اعطوني بلا خلاص ما دخلني مقبولة ما دخلني اصبحتي ما دخلني أمالك. ما دخلني ما دخلني الو صباح الفل والياسمين والورد ايه نحن لك شوفي لك شغلي المهم تكوني تقدري تاخري بالليل شايفتي وهذا الشيء بيتطلب منك انه تكوني متحرره خلوني احكي معك طول بالك شوي ايه متحرره يعني تلبسي قصير ايه يستر على العرض يعني لفوق الركبه ايه حبابي ما بدها خجل هيك بدها المصلحه العامه الله يستر على اهاليكم خلوني احكي دقيقه شوي لك شبك فوق راسي مثل ديك الحباش ايه طيب حبابي قال لك شغله طيب على القليله فيزو لا شوفي قال لك ما في شيء بروح موديله اذا كان الجسم لبيس خلوني احكي ايه طلعي قال لك بس تجي انت اسالي عن الاستاذ جميل لا خليني احكي معايا خلص طول بالك الو لا هذا ابو كيروز بيشتغل عندي بالشركه ايه بدك تحكي معه انت بدك تحكي معه يعني بدك تحكي معك تعال لك انا ابو كيروز يخرب بيته شو كهين هالابو كيروز سمعونا شباب بدنا نحكي ايه لا تطرق ما بيعرف يغازل الا على الهدى سامعك لا ما في شيء انت بتعرفي انجليزي شو معنات بالانجليزي كلمه يشرب أربع حروف آخر حرف كاف دريني بجني النغنيق كله يسلم هالتم لقيتها درينك شايف كل مين عم يغني على ليلو هات لهون هات لهون ألو سكري قوم أحد خرطشنا فنجان قهوة قوم خرطوش فردك أنا درينك يشرب درينك قهوة أبوكي يلقى أبوكي ايه شو قالت لك؟ انا اردفته لابو كيروز خصوصي مشان تحكي لي شو؟ قال مستعدة تلبس قصير بس بشرط واحد شو هو هالشرط؟ كل سنتي فوق الركبة نحسب لها ساعة إضافية انت بتوافق على هيك شرط؟ بقلقا موافق ادفع لها 20 ساعة إضافية باليوم الو؟ شلون في أبهدل من هيك؟ يخرب بيتك على المدير كل شي بدك شي بطيخة قطعة مقطع هدول خبيتهم قلت حالي بيلزموا خدي طريق ايه مدام خطيب الآن سكو مرام هادي مخطوبة مخطوبة لنك شمون شو أخبارك؟ أهلين سهلين أهلين سهلين يتشني على قطاطي مرحبا اهلين سهلين شايفة قبل مره كان مشتري عندي بطيخ بالظبط هات لك بؤسه قهوه اهلين عم عمي فرح لونك لونك مرت عمي على قطاطك اهلين سهلين الداعي دبول فرج دبول حضرتك مين بلا صغرى صديق جنفيس جنفيس اهلين وسهلين انتو بيت جنفيس معروفين شنو اشهر من نار على العالم بس انو فرع من العيله ابو قلم ازرق ولا ابو قلم احمر اخضر اكيد حرمتك شلونك خالي قول مدامتك مدامتك مو حرمتك ايه ما فرقت اهلين سهلين اهلين جمون اهلين سهلين يبقت لك فقلش نصفي هاي البرقية تبع الست اللي ولدت مو باسم فرج؟ ايه مظبوط هاي اختي حسنيه ولدت مبارح جابوا صبي طهروه مبارح عيبتين طهروه عيبتر نو بابا بجاوزت اون بيجي بخاروشي يا ابو لبلو لبلو لي على قابتي بتحبي تعال بلو تعال لا تا مسيك شو ها مسيك مزف لا ما بدي شكرا لك دوار القمر هذا كتير ظريف ما بدك معي ويا بجيبتي ما بدك مسيكي انت ما بدي لك مسيكي طيبين ما بحب البزر ما بدي لك مو مبلولين بس ايدي عرقاني عليهم ما بدي راح قلبك دوا الفسفور يسرقوا بدنك الهي قومي معي يا جماعه نزلكم شويه بس منين اجاني هذا انا ما عرفني انا شو بعرفني يا قدام الجماعه روحي ارتفي اعملي لك شي فنطي خليه يروح ما دخلني انا ما دخلني كلكم علي سعي خليه يروح بلا ما يفضحني ويعمل له شي فنطي روحي اوانا دخل ابو
ثابت مهوين بنوب، لسه ما صار له 7 أشهر طالع من الحبس، بس ظل له ولد. مين هو ابو ثابت؟ ابو ثابت جوز اختي حسنيه، هذا اللي باعت البرقيه. لك صحيح جمول، عمك ابو شاهين بيسلم عليك كثير سلام. عندك عم؟ لكان عمو ابو شاهين احسن ضريب موس بالبلد. لك شو شوفك بابو شاهين؟ شو خطر على بالك هلا؟ ذكرني فيه، لانه كان هو وابو ثابت جوز اختي حسنيه بالسجن بفرد قاوش. امان يا ربي امان، عمك بالسجن يا جميل. عمي ياما، ياما بالحبس مظاليم. ياما؟ ليش مو عامل شيء؟ لا مسكين مو عامل شيء، شغلته جنحة مو مثل حكايتي انا وجميل. شغلته مسكين قاتل قتيلين دكوه بالحبس حكموه مؤبد. إيه لازم يعدموه كمان. يا عليكي شو قاسية، بتحبي الفاينة ليش يعدموه؟ عيار القتيل 12 سنة ضربيهم باثنين 24، بس المحامي تبعه كان خرنداي. يلا يا جماعة اسمحوا لنا اسمحوا لنا، نحن ماشيين. هيدي الطاق طاق يدلم، هيدي هيدي مو عيب ولا عيب. شو شفناكم لسه يا جماعة؟ يا فاوي عمي هيدي عمي هيدي خليكم قاعدين. ايه بكير يا جماعة. أبوك يا التمثيل فرطي. الله لا يوفقك، الله يدر لك بركة. نسيب هاي التمثيل اضرب ولا عينك لشيلة. لك بس انت ويا ليش هيك عملت يخرب بيتها. لك طولي بالك مرت عمي، اضرب كف ومن احنا عملنا كلها قصة مشانك. تعا ابو كيروز تعا كمان الشغلة في ابو كيروز. تعا احكي لهم تعا. خردوش فردك مدام، لك مدام نحن عملنا هالشغله كلياتها انا وكوثر وفرج مشانكم، انا بلاني بحبكم خايف عليكم. هذا فريد جنفيز وعهد نصاب، انا كنت اشتغل عنده بحارس زيني، شوفهم بالليل شو عم يعبوا وشو عم يفرقوا، اساسا في دعوه ضده وهلا بده يحسوا على كل املاكه. يعني فريد جنفيز واحد نصاب. في وحده برا حلوه بدها تشوف. حلوه؟ اما فرج ايه طولي بالك مرت عمي، طولي بالك، بركي بركي كانت اختي. عم يقول حلوه، بعدين انت ما عندك اخوات. ما بتعرفي، بجوز يكونوا نسيانين على السقيفه. ابو كيروز روح نادي له. على عيني لك نيالك يا فرج نيالك. خلونا هلا نعمل مؤتمر صحفي. ابوك يا الشهرة. حسينة؟ نعم. قولك بيعدمونا فرج؟ بجوز يعدمو، لا تستبعدي شيء. يعني معقولة؟ ايه معقولة ليش لا؟ زينة عندك عن جد؟ ايه عن جد، لكن عم بمزح. كوسر كوسر ولي كوسر، لك ولي كوسر، كوسر لا تموتي، لك كوسر لا تمزحي المزح. ماتت ولي امي. فيروز واعمل لي قهوة. هلا وقت القهوة تبعك، هلا وقت القهوة المرة. ليش شوفي؟ المدام جوا العوض بسلامتك. شو العوض بسلامتك؟ انت لحقها؟ قبل شوي طقت على المدام كوثر، اجت الست عملت وماتت. ليش شبه الثانية؟ لأنه كوثر كمان طقت على فرج، كمان اجت السكة وماتت. ليش شبه فرج؟ كلها كم يوم وبيطلع. بوسينا قالت لأنه بدهم يعدموه. لك شو يعدموه؟ لك ضرب منك لبوسينا على المزح. يا مصيبتي. طيب والله شو بدنا نعمل؟ وين مرحومة؟ جوا. سامحوها يا أهل الشيلة، سامحوها. هلأ الوحدة مشان جوزها ما يزعل منا، شو لازم تساوي؟ شو لازم تساوي؟ يعني لازم ما تزن على راسه. وإذا كانت ما عم بتزن؟ معناتها لازم تزن. وإذا كانت بتخاف منه؟
لازم ما تخاف ولا عيّة العي قلبك، انت كل يوم بدك تسأليني نفس السؤال. طيب شو اعمل؟ شو تعملي يعني؟ ما فيها شيء، فيقي ساعتين بهالليل كسري ومهري مثل القطة. وإذا عملت هيك وما خاف؟ خرمشي. كل مرة بتقولي لي نفس القصة ما عم تنفع. ليش جربتي؟ كل يوم بهمهر على فرج ما في فايدة. ما عم بخاف؟ ما عم بفيق. طب خرمشي انت؟ خرمشته. ما نقص؟ لا نقص ولا شيء، قام فتح عيونه هيك فيي بحلق، قمت أنا صرخت. ليش ضربي؟ لا بس أنا فكرته مات. وشو عمل؟ قام قال لي جو جنيتي رجعي نامي. رجع نام. بوسينا ما عندك غير هالوصفة؟ ولعية اللي عقلبك ان شاء الله، انت كل يوم بدك تحكي هالحكي، اشتغلي صوف. مرحبا. حدا سأل عني شيء؟ امي سألت عنك. اوه هلا وقت امك، حدا تاني غير امك سأل عني شيء؟ ليش شوفي؟ ما بان في شيء، ما في شيء. يا الله يا الله. أبو كيروس حدا سأل عني شيء؟ لا، لأنه بهالأيام ما عاد حدا سأل عن حدا. يعني ما حدا رجع الشركة لهون؟ السوق دارة، ما في غير أبو شكيب رايح جاي عم يترزق. أبو شكيب؟ أبو كيروس يعني أبو شكيب إجا لهون؟ اجى لهون. اش ابو ياسر وراح، رد رجع. اش ابو فايز وراح. يعني سأل عني شيء؟ لا ما سأل عنا. فرج ليش خايف؟ انت عامل شيء؟ لا لا ما ماني عامل شيء. ابو كيروس روح 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 شوف شغلك. الله يعطيك العافيه على صدقك معنا. ايه الله يعافينا. والله يا ابو كيروز هدوها. فوت بيكونوا لساتوا نايمين. مين يا كوسر؟ ما في حدا ماما. اكيد هدول القرود ولاد جيراننا يضربوا هن وهالترباية. انقطع قلبي فكرت طويس. مين طويس؟ هذا الباطنجي اللي عم يعمر البناية. وشو دخل طويس بالنص؟ ما في احلى من خبر الشؤم على قلبه. اول بلوكه بيكونوا عم يهدوها بيكونوا صار هون عم يرن الجرس. اذا صارت الساعه 9 وما شرب بتكون البنايه زبطت. الاستاذ فرج بيكون فاق. هلا شو بدنا من الاستاذ فرج؟ اللي شلونك بالعربي؟ بعجبك. يعني منيح ولا مو منيح؟ فتح حال من الفطاحين. طيب اذا قلت لك كلمه بتقلي عكسها؟ قول. شو عكس فاتن؟ ليس فاتنا. لا فتح الان. لو كنت فتح كنت كملت تعليمك. لك انا فتح عن جد. انا ما كفيت تعليمي لانه كنت دب بكل المواد، بس بالفتح كنت عربي. أيوة. بقصد بالعربي كنت فتح. مبين عليك. قل لي كان شو عكس فاتي؟ مقرف. بشع. نتاف. إذا كان شو عكسها؟ طلعين. طلعين شو؟ طلعين لانه جماعه فاتن لجوا، جماعه طلعين لبرا. قول بدك تعمل معي نهفه. طيب حاسالك وحده وين هلا؟ شو عكس طلعين؟ فاتن. لك لك كان شو عكسها؟ نزلين لانه طلعين لفوق نزلين لتحت. انفطحنا. لك شبكم شبكم انتو اثنين لسه بتطلعوا لي بساعاتكم؟ حتصير الساعة 9 وحضرتوا ما شرف. إذا صارت 9 وما إجا طويس عازمكن قشة لفة على الغدا. صارت 9. لا لا بقيان 30 ثانية. يعني طويس معيّر؟ عزم برك. إذا صارت 9 وما بيّن بعناتها بيكونوا ما هدوا. لحظة 9 9 و 10 ثواني. حجر حجر نفدت يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني. هاتي ايدك حتى نطير ونغدر ويلحقوني. يا عيني يا لين تضرب شو نشاء.
شو اللي فوتك لهون؟ شو بدك؟ جاي عندي لفرج انه طويس صار له ساعة عندي جوا. طويس طويس هروب، جاي فرج بده يذبحك. يا لطيف ولا طويس، احكي لي شو صار؟ هدموا أستاذ. هدموها؟ ليش هدموها؟ ما على بالنا دفعنا للكل وظبطنا الكل، مين اللي دازز علينا؟ ما حدا دازز علينا، هالمرة غلطي أنا. غلطك أنت؟ ليش أنت شو لك على؟ أنا لما رحت الصبح لشوف البناية بدهم يهدموها ولا لا؟ سبعة ونص ثمانية وأشرها في الباقر، وقفت بوشه وقلت له أوعك تهدمها. أيوه. مني كلمة ومنه كلمة، قام هجم علي السائق بالباقر، قمت هربت من وشه. وما أحلاك توقف بوشه للباقر. بلش يهدم البناية، فكفكها بلوكة بلوكة. وانت شو لك على؟ ما هو كل سبت بيجي بفكفكها بلوكة بلوكة. هو الباقر ما كان جاي مشان بنايتك يا أستاذ. لكن جاي مشان مين؟ مشان البناية اللي بشربنا. ولما أنا ناقشته وعالجته افتكر إنه هاي البناية مقصودة، قام بلش يهدمها. ايوه، وشو عرفك إنه القصة هيك؟ لأنه بعد شوي أستاذ إجا المهندس وبهدل السائق، بهدل من كعب الدست. ايوه قلت لي لك. ايوه انت شو لك على انت شو لك على انت شو لك على معنا. خرطوش فردك توصل البلد كلها على حسابها. يا كوثر كوثر، شفتوا فراس؟ وينه؟ يا حبيبي دا كوثر كوثر، لا تعملي لي فضايح قدام الجيران. هاي جبنا لك التيس انبسطي. فراس خلينا نطعميها هلا، اكيد بيكون جوعان. كوثر لا تعملي لي قصتك وسيرتك. خلص هلا بربطه على البلكون، بس قبل بدي روح اطبخ له. لك لا بده طبخ ولا بده شيء، جايب له معي 100 شعير. التيس ما بياكل طبخ.
خذ شعيراتك استاذ. انت ما راح تظبط لسانك ولا؟ هدول شعيرات مو لاقي للتيس. ايه والتيس الك، يعني خذ هدول الشعيرات. انا راح اروح اجيب له زبديه احط له فيها شعير. بدكم مني شيء انا؟ بدنا الدعاء. ابوك يا الكونديشن، عيش لالك بهالنعمه، عيش. كرائحة التيوس. مرحبا ابو كيروس. هلا استاذ محروس. شو جبت الوراق من الجمارك؟ كان جبته. وجبت التيس؟ استاذ محروس التيس جوا. بكم مرة بدي لك حط فواصل بكلامك قبل ما تحكي؟ استاذ محروس عم يتغدى التيس. عم بتغدى التيس؟ روح روح شوف لي الصندوق في شيء. ليش في شيء مشكلة؟ لك روح، كل ما قلت لك شغلة بتفتح لي تحقيق. نائب تبعي ينوبك تفو ايد وزنطارية بعيد من فوق. كيفو ايد؟ تفو ايد؟ شو هاي؟ هذا مرض صدري اربع حروف. هلا تفو ايد اربع حروف؟ هلا مو مشكلة، بكل مربع من دكنا حبين ثلاثة بيمشي الحال. على كل، المدام جاهزة؟ جاهزة ليش؟ لايش يعني؟ للسفر. اه ايوه ايوه، انا قلت حالي للجواز. سد بوزك. سد بوزك. سد بوزك، ست حروف يعني مثل سكرني يا هسجلك اياها. شو بدك يعني جيب لك معي من الهند؟ جيب لي شو ما بدك. احكي احكي لا تخجلي، قولي شو ما بدك بجيب لك. بدي فيل وحيه بسله وزميره. الفيل موجود لك وعمك ابو ياسر موجود دائما، والحيه لك جوا اخذها معي وبرجع لك اياها بالحفظ والصون. بدي حيه خشب انا وفيل حلو خشب. ايوه يعني تحف قصدك، على راسي تأمري امر. شو استاذ فراج جاهزين؟ أنا شخصياً جاهز، بس العروس لسه ما جهزت. مين العروس؟ أمك. كنت أخذوها تجوزوها بالهند؟ ناخذها نجوزها، إيش مفكرة شامي كابور ناطرة بمطار نيو دلهي؟ يا دوب تلاقي حدا يقبل فيها، بس عم أقول عروس لأنه المرة بس تتأخر بيقولوا عنا عروس، مسخرة يعني، عم بتمسخر أنا. عم تتمسخر؟ العين تطرق شو ثقيل. قول عم بمزح مرت عمي، عم امزح. عم امزح مرت عمي. جاهز؟ عم نستناكي مدام. ابو ياسر وابو فايز جاهزين؟ من امبارح نايمين بالمطار، قال خايفين لتروح عليهم الطياره. لك كان عرفاني مين شارك انا. يلا شوفي وشك بخير كوسوره. شو وينه جميل ما بده يودعنا؟ زعلان جميل، قال ليش ما اخذتوه معكم بهالوفد؟ شو بدي اخذ العيله بالليله؟ مين بده يدير الشركه بغيابي؟ مين؟ خليه ينفلق. يضرب راسه بأدخن حيط. رح خلي أبو كيروز ينزل الشناتي وانتو انزلوا استنوني تحت. هيك وسر عيني، ما بدك توصاي، بدي ريلي بالك على حالك. لك أخوها جميل موجود هون، لا تخاف ما رح أحدا ياكلها. أختي مالنا خسرانين شيء إذا وصيناها، معلش. أصلاً أنتوا ما بتحبوني، لو بتحبوني كنتوا أخذتوني معكم. لك يا كوسر يا عيني، نحن مالنا رايحين مشوار، هذا وفد عمل. يعني ما بصير يكون في نسوان بالوفد؟ شلون ما في نسوان وليه؟ ليش أنا شو؟ أنا مو نسوان؟ مو نسوان أنا فراج؟ أنت مو نسوان؟ الله أنت كل النسوان، لا تحكي هيك مرة تانية، فهمانة؟ تسمي لشوف تسمي؟ أيوة، مرت عمي على راس الوفد. تعب وكيروس. تعب. وهي الشنتاية؟ هاي؟ إيه هاي. يلا شيل. ما بدي ابوك يا ديسك، ما بدي. اسمع ابو كيروس، حركاتك هي انا اللي بعرفها، بدك تشيلها. يلا تحرك يا دوب بنلحق. يلا شيل شيل. يلا ابو كيروس خلصنا. شو حاطين بيها؟ اوه كل هالقد ثقيله ومحمله. لك خلصني يحملك الحمال ويرجع فاضي. يلا روح. بين هي اللي حاملتك مو انت اللي حاملها. بتحب تسمعني؟ يلا 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 شلال.
نفس القصة. أبو كيروس خرطوش فردك. أنا كم مرة قلت لك لا تقعد مطاحي؟ أنا كم مرة قلت لك إنه أنا خرطوش فردك؟ بعدين أنت إمتى لحقت تروح على المطار وترجع وأنا لسه ما دفي تحتي؟ أبو كيروس حبيبي هون مطرحي وهنيك مطرحك، بغيابي أو بحضوري ممنوع تقعد مطرحي من عم باتان شو؟ بغيابي أو بحضوري ممنوع تقعد مطرحي من عم باتان شو؟ يلا قوم قوم من هون. ما قلت لك ما دفي تحتي؟ أبو كيروس دقيت أخلاقي منك ها؟ هلا باخذك يعني عند الخياط معرض لك يا شوفي ليش هالعياء؟ لك مو عيب عليكم؟ دائما بقول له لا تنقبر مطرحي، برجع بلاقي مقبور مطرحي. مزبوط انا شاهد استاذ. مش انت وين مطرحك؟ هو ايه ما عاد مطرحك. شلون استاذ؟ انا السكرتير. كنت السكرتير وهلا بطلت. عفوا استاذ ليكون بدر مني شيء، ازعجتك بشيء؟ مجرد وجودك هو الازعاج الحقيقي. ليش شو عملت لك انا؟ ما بيطلع لك، بس انا ما بستسيغك، ما بستلطفك، يعني هيك بتلعي نفسي منك؟ وانا كمان. انا معين بقرار من المدام وما بيطلع الا بقرار منها. مو انا مدير الشركة حاليا؟ نعم. ومو انا صاحب القرار؟ نعم. من موقعي كمدير طردتك. الا نعم للاستاذ. ماشي. بس يكون بعلمك هالقرار مو لمصلحتك ها؟ يلا 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 حبيبي يلا يلا، شو مفكر حالك فوزي علي؟ يلا تعال اقول لك تعال، اعطيني المفاتيح لشوف. اوام سيك روح. ابوك القرار. ابو كيروس حبيبي بتعرف ليش انا قلعته؟ لا ما بعرف. حزن لشوف؟ عجزت لانه طويل، كل ما بدي احاكيه بتلوح رقبتي. انا بطلع لفوق وانا هيك كمان. سوي لي قهوه الله يرضى عليك. انا خرطوش فرد الاداره جديده كنا على الريحه ريحتي ابو كيروس بعدين بلحق فيها. وطارد الهواء شاشي وانت ما تدراشي يا خراشي. عرفتوا شو صار؟ شو صار؟ طار. منو هام؟ محروس. شلون ضاع؟ جميل حط رشته بظهره على باب الصادغري. ليش؟ ما عم يحترم حدا، كل يوم بيدي هذا محلي هذا محلي، وناتالي طول الحرة كل ما بدي تنوع علينا فوق عم تشكر رقبتي. صرت انا السكرتير. لا لا لا، كل هاي الامور دارسينها وحاسبينها. ايه بتخلصي من عنا من هون وبعدين تروحي تكفي شغله. هلا لا تعملي لي اياها قصه. ايه تعالوا هون نحكي على راحتنا. امي على راس وفد شركتنا بالهند، ما راح ترجع قبل شهر. مو مشكله مو مشكله، ما راح احسن احكي لك الشروط على التليفون. ايه عم استناكي. ها يلا باي باي. شلون عم ينهز بدني؟ لساته عم ينهز بدني. هذا اللي صار. المهم المهم يعني انت موافقة؟ شوف جميل، انت بتعرف قديش شغالة علي. لك ايه يعني موافقة؟ طبعا مو موافقة، انا كل شيء فيه شوارب بيشتغلوا عندي سكرتيرية. لك اخرب بيتك شو مخك اسميك، تنحى هيك، لك هي حجة مشان تضلي عندي هون بالمكتب. قولي على بعضي. مشان مرتك؟ مرتي؟ ايه ايه مشان مرتي، يعني مو حلوة، مو حلوة الشغلة تصير هيك عينك كنت عينها. وقديش بتعطيني؟ اعطيكي شو بدي اعطيكي؟ ما بعرف تنعطي لطشة. شو بدي اعطيكي؟ حتى الرقم اللي بدك اياه وانا موافق عليه. اشتري لي كازينو. كازينو؟ ايه بشتري لك كازينو، ليش ما اشتري لك؟ بكره بنزل انا وياك بنشتري كازينو. بس شو لانه؟ ما عم بكذب عليكم، ما لقيت لكم الا هالباب انفتح لحاله وفاتت هي عم تعطي وتعمل هيك. شو جاي تعمل هون؟ انا ما عم كنت عم بتنصت، بس يمكن ها جاي تشتغل بدل محروس. شو تشتغل محل محروس؟ الشغله فلتانه ومنين رح اجيبها؟ لسه محروس ما
صار له ساعة رايح. أنا ما كنت عم بتنصر، ما كان عم يخبرها بالتليفون، بس لما أجل سمعت الطقطقة وكاكها وبعدين سكتوا. سكتوا؟ يعني بيعرفها؟ لك مين ما بيعرفها من الرجال؟ هي بيحطوا هون صورتها بالجرايد، مرة بيحطوها عاملة هيك ومرة بيحطوها عاملة هيك، أنا عملت لي هيك وحدة حموت كنت. حلو، هذا اللي كان ناقصنا. حسينة لا تستكتي له، هي مثل السوس بس فاتت على الشركة بتخربها. هلا فرجي، روحي روحي. لك شو ترجي ما ترجي؟ جيب لي يبسط مال إيدي، شو عم تجيب لي مشاكل؟ هلا بيقول عني فساد. فساد؟ فساد أنت ولا؟ أبو كيروز مو فساد، بس أنت اللي نفسك بنيها، جايب لي وحدة المانة. شو جميل؟ حسينة الله يرضى عليكي، يعني غزالة تمثلني أنا شخصياً واللي بيهيننا كأنه عم يهني إلي وأنا كمان. جميل، من إمتى غزالة صار لك لها الاحترام؟ بجيبك يا طولة البال. غزالة هون على رأس عملها، ما بصير حدا يحكي مع بنوك. شوف جميل، يعني يا غزالة هون؟ هون غزالة، أنت بالبيت ومن هون ورايح هذا مكان عمل، ما بدي حدا يجي عليه من البيت، مفهوم ولا لا؟ امشي كوسر، بعدين بنحكي. شو امشي؟ ما بطلع من هون قبل ما تطلع غزالة. وليه؟ انت مو مرته لبيع البطيخ؟ تعال قلك حبيبتي تعال. شوفي حبيبتي انا ما بسمح لك نهائيا تتدخلي بخصوصياتي، بدك تتمرجلي لا تمرجلي علي، روحي تمرجلي على جوزك ابو الشبريه بيع البطيخ، عرفتي شلون؟ لانه ما تسترجي تفتحي تمك قدامه. يا حبيبتي انا قلك شلون؟ ان شاء الله كل يوم بدي اسمع هالموال. لا من بكره رح اكتب لائحه هون، ممنوع الدخول لمن ليس له عمل ولا هو عمل، واي واحد بده يدخل من الشقه على المكتب لهون بدي اكسر رجله حتى لو كنت انا. ولا شو عم تعمل انت هون؟ ما بدك قهوه؟ لا ما بدنا قهوه احي. لا جميل بدنا قهوه. شفت بدها قهوه. روح عملنا اثنين قهوه بس. وينك؟ يا ويلك يا ويلك اذا بسمع منك نتريات كلمه هيك ولا هيك، انت بتعرف شو بساوي فيك؟ مثل محروس اصعب. خرطوش بردكم انا. لك حاجة حاجة نقرت راسي لسه عامل ختم جديد عم جربه ما كان لأنه هذا باسمي ياك. يطول الاجتماع بدك ما تأخذني هيك الأوامر، ما بيفوت حدا قلب أوامري. إليك أنا أمور. ما بدك تجيني الأوامر حتى أمور. قوم فوت قل له عاطف بيك جاي من حلب. إذا هيك أنا خرطوش فردك. فرج على الاسم ما أحلى شيء. أنا هون صفيان الكل بالكل، كل المسؤولية عليك. لا تدعو الختم، فيها مسؤولية بحبسك. قولي له اشتريهم هلا، ببعت راشد ومروان يدفعوا له مصاري. ايه استاذ جميل، في عاطف بيك برا. قلت له انه عندي اجتماع. قلت له، قال لي انه عاطف بيك من حلب. يقولوا قوالك قوالهم. قل له انه قال لي قل له عنده اجتماع. خرطوش فردك انا. بدي اوصل، لازم اوصل. ايش قال لك؟ قال لي اجتماع. قلت له عاطف بيك جاي لعندك؟ قلت له عاطف بيك جاي لعندك، قال لي اجتماع. قلت له عاطف بيك من حلب جاي لعندك؟ قلت له عاطف بيك من حلب جاي لعندك، قال لي انقال اقوالك وقويله، روح قل له انه انا قلت لك انه تقول له عنده اجتماع. هيك قال لك؟ هيك قال لي. انا عندي ربع ساعة وقت، عمل لي فنجان قهوة. طيب، انا خرطوش فردك هلا ها؟ شو هلا؟ اخي نحن فاصلين الشركة عن البيت، واوامر الاستاذ جميل نقدم شاي، عبيلك بالكاسة ولا تحط تمك على الزنبوعة؟ هلا انا عاطف بيك وجاي من حلب اشرب من الترمس؟ اخي وانا بلا زغرة ابو كيروز بيك شخصيا عم بشرب من الترمس. شو هلا؟ هذا هو الاجتماع؟ أبو كيروز؟ يا أبو كيروز؟ أبو كيروز؟ خرطوش فتك أنا. عملنا فنجانين قهوة. فنجانين قهوة؟ على مسؤوليتها؟ شو عم قال لك التولتي؟ لا بس المدام محرمة علينا نتعامل مع فرج أو نعطي أي وش. المدام هيك حكيت؟ لكان عمل فنجان واحد بس. فنجان واحد بس يلي بيعمل بايده الله يزيده.
شبنا ابو ياسر شبنا. ولا يهمك، هلا بسيك من فنجاني لاني بعرفه هذا فسرت. هلا بيروح بيقول لا بتقول اقوالي، فشو استفدنا؟ يعني حكيت ولا ما حكيت؟ حكيت حكيت. يعني عليك، انت الشهم الوحيد بهالمكتب يا ابو ياسر. نحن بنفهم على بعض. شفت شفت، قلت لك ما بتسمع غير منك. ولو يا فرهش. ابو ياسر يعني كله تمام؟ جخ يعني فوت احكي معه؟ بعتقد فيك تحكي معه. عيني عيني هات بوسي. لا لا بلا بلا بوسي بلا. الزموط بجلدك يا ابو ياسر، لا عين شافت ولا اذن سمعت. صوفي صوفي يا بعيش يا ما بعيش. كل جخ تمام. ما لك شايف وشو مضوي؟ وصلت فيه الكهرباء. بس الله ستر، كهرباء الدولة 130 نفذنا. شو ده معي واحد صار مشحوب؟ لك سنين. طالع ولي. إذا بشوفك مرة تانية بس شوف بالشارع، مو بالبيت بالشارع، بدي حطك على التوتر العالي. بتروح لعند المحامي بتقول له خليه يطلق فورا. وإذا فرج رفض؟ العصمة بإيده. سألت ما في شي بينفعه، في أسباب قوية. لا تسألني شو هي، لا تحرجني لأني ما رح أجاوبك. أحط محروس. مثل ما بتأمري ست الكل، اللي بدك إياه رح يصير. كلكم كده يا رجالة. مخرطوش فردي بدبرك بغير حلقات. ما تعمي جوا ولا مو جوا؟ هلا انت ما كنت تتربى لسه على الحشاية، واحد غيرك لازم يكون بالعناية المشددة. هلا بلع لك فضي. ها ما تعمي جوا ولا مو جوا؟ جوا. فراج اطمن، رح تصير عصفور طيار. طيار؟ لك انت طيار؟ لانه صار لي يومين مولوتوف عم بيشيلني ومكواية عم بتحطني. على كل، انا ما بحبس بقائك في مكان مكشوف، وضعك ما بيسمح لك. أنا مو جاي لعندك، أنا جاي لعند عمه أبو فايز مشان يتواصل لي عن مرت عمي. أبو كيروز وينك أبو كيروز؟ هلا أول ما بتطلع مرت عمي من الغرفة بتأنذرني، بتقول بارود هربوا. بارود هربوا. يا عيني عليك برافو. يمكن ما تلحقوا تهربوا. لا قول بارود هربوا. لك ليك هربوا. أنا ما دخلني، هو اللي هربوا. محروس روح لغرفتي شوي. قلت لي شو؟ قال لا قال لي هربوا. قبل هربوا بارود، والتنتين سوا بارود هربوا. لمين الليرة؟ إني هاي الليرة. هاي الليرة. لك هاي الليرة لمين؟ هاي الليرة. أبوك يا كونديشن. ربا منجور كيف حالك؟ يعني ليكي شو حليانة فوتي. قولي شو الصباح؟ هذا ابو بيروز اللي حكيت لك عنه، وهي رفيقتي ربا. الشنطة انسة كوثر خرطوشة فرده. سوري يا رفيقتك بركي بتحرق. ابو بيروز هلا وقتها ضاقت احترقت. يلا ربا يلا. شوفي شوفي احد كواكب المجموعة الشمسية ست حروف. يا الارض يا المريخ، المريخ ست حروف. ليش يا الارض يا المريخ؟ هنين كلهم هالكوكبين بالمجموعة الشمسية. شو هالحكي؟ لا حبيبتي بجوا لنا شي عشرة. عشرة ابو كيروز للسدي. شو هالحكي؟ خلفوه يردم منك تنزح. يلا ماني ماشي لأعرف شو هالكوكب. هذا الحكي اللي بينحكى. تعال تعال تعال. وهذا الاستئناف بيطلع منه شي؟ يا مدام يا مدام، الوثائق اللي معه مو كتير بتفيده، يعني فرصة نجاحه بالاستئناف ضعيفة جدا، إلا إذا فاجأنا وجاب شي جديد. منين بده يجيب؟ خلص أخ يا محروس، إذا بشوفك أو بلمحك هيك لمح لعملك كبنية. على كل، نحن عم ننتظر موعد جلسة الاستئناف، ومن هون ليجي موعد الجلسة بدي إياكم تكونوا حذرين، لأنه أي غلطة مدام ممكن نستفيد منها الطرف الثاني.
عن اذنك. اذنك معك استاذ. مدام اي تفاصيل جديده بتطلع او بتظهر بعثي لي اياها على المكتب دغري. طبعا. عن اذنك لانه ما بدي مفاجات اثناء الاستئناف. طبعا. خاطرك. مع السلامه. يسلموا ايديك حضره المحامي. هلا افضيت لك يا ابو كيروز. تفرغت لك تمام. لشوف يا بتطلق يا ما بتطلق. يا بنت يا كوثر سويلي فنجان كاوكاو. نعم شو قلت؟ فنجان كاوكاو. ومينك انت حتى سوي لك فنجان كاوكاو؟ انا جوزة لامي. اصلا انت لو فيك دم ما كنت لساك قاعد. لا لا ليش امي خلت فيني دم؟ امك بسط لي كل دمي. من سنة انا ما دقت شي اسمه فواكه. من سنة ونص ما دقت شي اسمه لحمة. بتنفس صيف وشتاء هو خصي. بالصيف غبرة وبالشتاء رطوبة. بعمين بدك يعني يصفى فيني دم؟ انا اساسا لو ما الكونديشن كنت متت من زمان. وامي شو دخلها؟ شو هي مجبورة فيك؟ لا تكون خلفتك ونسيتك. لك التور التور بلا تشبيه. لما بيفلحوا عليه بيعرفوا وانا قاطع من التور. عم يفلحوا علي وما عم يعرفوني. وراتبي ما عم يزيد ولا فرنك. بقى شلون امك ما دخلها؟ هلا بدك تقنعني انه راتبك 4000 قلال؟ لا كتار. جنابك على بكرة بتوقفي على المراية شوي بتلوني بوشك بأربع 5000 ورقة. يعني على قد لحافك مد رجلي. ها يعني إذا كان لحافي أصير لعند الركب بص رجلي لحتى أدفع أنا. هو علينا أبو كيروز. شو بدك بقى؟ فهمنا فنجان. بعمل لك اثنين. بدي كاسة 3 انصاص نص كاوكاو ونص حليب ونص سكر. أمي هاي الخشة اللي استأجرتها بكرة بدي رجع المفتاح. بدي أتركها. أتركها. استنوني بس لأخلص هالقضية من بين إيدي لأشتري لكل واحد منكم شقة. أنا بدي بالمشروع مرت عمي. أنت وين بدك جميل؟ ما بعرف وين بدي أسكن أمي. لساتني محتار. بس بوس وين بدنا نسكن؟ أنا جاي على بالي نسكن بمسبقة الصنع. لك شو مسبقة الصنع وما مسبقة الصنع؟ بدي أشتري لكم شقة قريبة. ونحن رح نضل هون؟ مين نحن؟ أنا وياكي. معلش أنت ارجع لي على الزفتية. بعد جمعة عند كوثر جمعة عند جميل. كيف كل واحد منا بدي اسكن لحاله؟ شو بدك تحكي علينا العالم؟ تبقى حكايه اللي رايح وجاي. ام خلقتي انا بدي شاي مثلكم. قوم صب لحالك. انا بصب لحالي. روح ما تذبل اولاد تخ. يا اولاد تفرفدوا. تعال جميل عود جميل مشان ما يرجع يقعد هون. اوان كيف هذا تفرفدوا تفرفدوا؟ كان رايح على وشه. اجا ياي دلعة. ام كيروس حطيني اصبعتك هون شوي تحلى. انا هي شغلتي لما نقف بيت كرعوبي. شو ابو كيروس شايفتك مع على بعضك؟ مالك شايفتوني شو عم يعاملوني؟ لو انا محلك ما بقعد ولا دقيقة بالبيت يا اخي. ما بدي اياك. انا ما بدي اياني قال قلبي عم يقول حق بقى علي. بعدين اذا ما بدي اياني ليش حتى تاخذني من الاول؟ غلطة. اخذتك مشان تنتقم من محروس. مو تنتقم من محروس على كتافي. شو انا تعطور؟ هلا انت شو بدك فيها؟ المهم يضل راسك مرفوع. بالله بدك يعني ارفس النعمه بعد ما اجيت لعندي؟ لا تحلم فيها بنوب. ويكون بعلمك انا بدي مركز بالشركه وانا ما بنضحك علي بنوب. وانا بدي مصلحتك. اذا كان بدك مصلحتي روحي احكي معها. هلا تحكي معي؟ ما بتقتنع. ما بتعرفها مرت عمي راسها يابس. ان شاء الله عمرها ما تقتنع. اذا هي راسها يابس انا راسي اي بس. أبو سينا. شو بدك عمي؟ جيبي له الراديو لعمك أبو كيروس. ليش الراديو؟ مشان تسمعها لنشرة الأخبار شي 2:15. ما في لزوم. شفتها بالنشرة المصورة تبع الفضائية. أم كيروس ليكون خسرتوا الاستئناف. وضحكت عنزي على باب مسلخ. تروحي يا المسألة. تفضل عمول كاكاو. الله يرضى عليك يا كوثر. شو عم تتحسن؟ لا بدري شي لا بدري شي. هلا بتخربطيني بالعد. ضروري تعد. شراب شي مره بالعد. ما بقدر لانه ناوي ادخل موسوعه كنس للارقام القياسيه بالكوكو.
جميل هام على وشه وطش بالصحراء. ليش شعركم ابيض؟ من الرعبة. جميل. انا امك، انا امك جميل. عينكم ما تشوف اللي صار معنا، عينكم ما تشوف اللي صار معنا، ونحن منزلينه لابو ياسر قامت الجثه بلعطي وقالت لا تدفنوني لا تدفنوني لا تدفنوني. ونحن شفنا لكم هالشوفه، منبحتنا باربعتنا وركضنا كل واحد من ديره وجميل طش. شو هالفرش دم؟ شو هالفرش دم؟ ودي على هالكي دم؟ ايه 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 بس ماما بس ماما دم 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 دم. لاني لما شفته لجميل طش طش قمت لطيت له قفا الصخرة ومسكت الحجرة ولخته على قفا راسه. امنه ما صبته بقفا راسه كأنه هلأ وصل على الربع الخالي. كلاش تحكي جميل؟ ماما ماما حبيبي امي بدي مي ماما على راسه مي مي جميل جميل. سينا سينا هذا انت هون؟ ما عم تشوف ما عم تشوف. لك يلا كوسه. ما عم شوف بس عم بسمع. شو حاسس حالك تقبرني؟ ماني حاسس بشي منو. شو انت كنت معنا بالدفن؟ مرحبا، شلونك ابو كيروز؟ اكلم على سكلمة. قوم اعمل لي فنجان قهوه. ما بعدك. هلا ما عم بشحد منك ولا هاي شغلتك. اخي روح اطلعهم انت والمدام. والمدام شو لعنة؟ انا معي اوامر ما اتحرك من ورا هذا الباب حتى تجي الصحفية. صحفية؟ انو صحفية؟ الصحفية اللي بدها تعمل مقابلة مع المدام. وشو المناسبة؟ انا ما معي صلاحيات احكي. هلا يعني صرت كاتب اسرار ليدي خانو ما هيك؟ اخي انا ما بعرف اكثر من هيك. ايه الامر احكي من الاول. على المفتاح. انا صار لي ساعة عم استنى. انت فوت خبر المدام. ما حدا بيفتح غيري. لك بحرمك تدعس على الشركة ها؟ ما بتمون على الصبابة. لك ولا لا تنسى اني انا شريك هون. اساسا انتم ما بتدعوا غير على الفقي. بيطلعوا على راس الجبل وبيسدوا جلال الكرب، ما بيجي غير على ظهر الفقي. طيب قوم الابر افتح. ما بدي افتح. لك قوم. اجت الصحفية وانا ما بدي افتح. لك قوم الابر افتح. ما كان. لك قوم. شبك ونصوات يا حوالي ابو كيروس حردان ما بتفتح الباب زعلان مني انا غلط بحقك. لا يا ابو ياسر مالك حق تزعل لي اياها للقطه ابني وبقومي قطه افتح الباب قومي. ماني حافتح. طيب انا بفتح. لا شو تفتح انت؟ ما حدا غير القطه رح يفتح الباب. قومي قطه. ما بفتح. وهي قاعده. ايه طولي بالكم انتوا التانيين شو عدم الصبر؟ قومي قطه قومي افتح الباب. المعامله مع الله. يلا قومي يا عيني عليكي هيك بس ترضي ما احلاكي. قولي شو هاد؟ أنا ميساء من البلد. أنو بلد؟ مراسلة البلد. إيه فهمنا بس أنو بلد؟ يا أبو ياسر اسم الجريدة البلد. تفضلي. شرفتي يا أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. اللي فيكي. تفضلي تفضلي. يا أهلين. الله يفضل عليك. بكي تاخذ لي كم صورة مع المدام. على راسي. هلا بتوقفولي جنب بعضكم وباخذ لكم احلى لقطه. لا الله يرضى عليك، من غير ما المدام تحس انا بشر لك. على راسي من فوق. بنهايه المقابله بنحب نشكرك ونتمنى للشركه تبعكم النجاح المستمر. بالعكس نحن الذين نشكرك جدا جدا على هذا الحديث الشيق لمجله البلد. الحقيقه هي رح تكون اعلان كثير مهم للشركه تبعكم، واذا بتحبي بنحط صورتك على الغلاف. صوره كبيره يعني؟ حسب مثل ما بدك. صورة الغلاف كاملة ب 150,000 زائد المقابلة بيصيروا 200,000. خلينا على تبع ال 50,000. ما بيصير مدام في تسعيرة. طيب يا ستي أنا مسامحتكم بالصورة وبالمقابلة، أنا متبرعة فيهم تبرع هدول. عفوا مدام، حضرتك لازم تدفعي للمجلة مو العكس. أنا بدي أدفع للمجلة. طبعا إعلان. لكن بلا صفحة الغلاف بتكفي المقابلة. ناقصنا. ادخل. اجاني ظرف استاذ. من مين؟ ما عرفت. ها هي المجله اللي عملوا مقابله مع ام جميل وهي الصور. عود ابو كيروز شوي. بركي شحنها. لك عود الجرس بينسمع من هون. عود ما بدي اطلع. لك عود خليني افرجيك على الصور. شوف شلون عم تتبسم لي. ما في نزعه؟ أحكي. أنا شفتك كيف كنت عم تقشرنا للمصور. لكن شوف شلون طلعينا صور ما أحلاهم. شوف شوف شلون أم جميل عم تضوي. شوف لك شوف هالخدود
لك مثل التفاح. شوف شوف هالعيون. يعني ما فينا زعل؟ احكي. يعني لا تاخذني بالكلمه، القرد بعين امه غزال. شو قصدك ولا؟ قصدي يعني ما فينا زعل؟ احكي. كب عليها سطر مي بتقلب مثل اليقطينة، صفران بعجرة بعجرة، كأنها طالعة من القبر. يخرب بيت قلبك على التشابيه، شو كنت تشتغل حفار قبور؟ شوف شوف هالأوام، شوف مثل غصن البان. مثل الغولة. قوم انت افتح الباب قوم. يا قطاع عمرك، هنشوفها من حمير بأكلة زنزبيل. لروح فرجي. شو راح؟ الحمد لله اللي راح. لك قوم قوم راح قوم. انا عامل حالي غميان، انا ماني بصحى، بس انت على اساس راميو. بس هذا ابو شاهين ما بيحل عنك الا اذا كنت يا غميان يا ميت. خلص الدوام وانت قلت. يا بي اخ اخ، لك وانت شو عم تعمل على ظهري؟ زين نايس. انا ابوك يا العنف. مرحبا يا أخي. مرحبا. أنا بدي فردوس. فردوس ها؟ وينها؟ خدني لعندها. خليكي لا تفوتي لجوا، وبلا صغرة مين إلا؟ إلا شملكان أختر المرحوم. شملكان يا حبيبي على النمر، أبوك يا كونكان. مدام مدام، شوفي شوفي، في وحدة بتشبه جوكر كونكان اسمها شملكة. العمى شو بدها هي كمان؟ مرحبا فردوس. قولي. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. بهيك يا مرت أخي، صرتوا فوق ما عادوا تسألوا عنا. نيالكم الله يطعمنا ولا يحرمنا. مين الأخ؟ نحنا يلي ما عدنا سألنا عنك، ولا أنت تبريتي من أخوكي لما تجوزني؟ الله يرحمه، هي غلطة بالعقل. لا يا، ليش شو ناقصني عيني؟ لا تبريني، عن نقص مو ناقصك شي، بس زيادات في عندك كتير. شملك أنا احفظي أدبك، شو بدك؟ ليش جاي لهون؟ شفت صورتك بالمجلة. مجلة. وقارولي شو مكتوب عن رزق المرحوم أخي اللي لهفتي لحالك ونسيتي إنه له أخوة وإخوات. هاي عمتي. عمت بقى أنو رزق اللي عم تحكي عنه؟ بعدين أمتى صرتي صحبة أنتي والمجلات؟ بعرفك عداوة أنتي والعلم. وبعدني عداوة، بس اشتريت شحاطة من عند الكندرجي، أنتي أكبر قدر. قام لفلي ياهم بورقة وصورتك عليها. خلاصته خلاصته؟ بدي حصتي من ورثة المرحوم أخي. ورثة المرحوم؟ المرحوم ما ترك لنا لا ورثة ولا شيء. وهالملايين اللي مكتوب عنها كذب؟ لا مو كذب، هي من كد يميني وعرق جبيني. ها كنت تشتغلي بالباطون يعني. شوفي شملكان، انا مو ناقصتي. اوعك ها تتذكر شيء بعطيك تمشي حالك، واذا في موال براسك اطلعي غني برا. انا قلت بحصل حقي بالحكي المنيح، تاري ما رح يمشي الحال الا ما ارفع دعوة بالمحكمة. روحي يا ارفعي يلي بدك يا. يا بشو يا بشو ما عليكي، لك فضحتينا. شلون بتخلينا يصوروكي بالجرابات؟ نقلعي من هون شملكة. نعم ضابك على الغشم. مرتخي مرتخي، بالمحكمة منتواجه، لك انا بفرجيكي. روحي ايدك تصل لفين ما بدك، واعلى ما بخيلك اركبي. مرت عمي، هلا ايه هي بنت حماكي؟ هدول هن قال كرعوبين. ما سمعت شو قلت لها؟ آه. ما الدبب يا بدك 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 ابوك يا نيسوس. سينيوري إذا بونا سيرة ما نعطيته على تفوت يلا. شو دوره؟ شو إذا فرنجي فرنجي بتفوته؟ هنا فوت. بونا سيرة بونا سيرة بونا سيرة بونا سيرة.
نص ساعة ولسه ما اجى محروس، مواعيده انجليزية على الشعرة. ما بدي، ان شاء الله يا رب تكون ضربته شي سيارة. بركي بدي قصه هلسان. تفضلي روح من خلقتي، ما بدي اشرب. انا بدي شو بلاقيك هون؟ لك ما بدي اعمل عداوة معاه. يا حريق عريشك لسه عندك امان. شوفي انت وياه ليش عم تبربروا؟ خرطوش بردك، عم قول رب يجعل ايامكم كلها فرح. تفضل استاذ شربات. ما بدي. تفضلي. حط من ايدك ابو كيروز وعود معنا، ان شاء الله عبال عندك. يا حصرتي، مين يلي بدها ترضط فيني؟ ولا يهمك ابو كيروز، انت حط عينك على شي وحده، لا تهتم، بنت 20 بجوزك. انا بنت 90 قبلها، بس يمشي الحال. هات وخلي لي الثالثه. ها الثالثه علي ابوك يا طمع. ابو ياسر شو في بجيبتك؟ ما في شيء، ما في شيء. ابو ياسر اذا ناوي على شيء. لا ماني ناوي على شيء، هذا الدواء تبع القلب تحسبا يعني. محروس لا تقلي ابو ياسر، اكيد حاطط بجيبتك شيء. قلت لك الدواء تبع القلب. شو؟ السلام عليكم. مدام النازون ما تخشي في السينما بفرد شكل، انا اول مره بشوفه شخصي، ابوك يا المخرج. تفضل شيخنا، تفضل تفضل. من هون شيخنا، من هون. شو؟ عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عظمة. انت العروس يا اموه؟ لا مو انا، انا العروس. ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، باينه قد امك. اين العريس؟ هلا بيجي. ابصر ليش اتاخر مع انه مواعيده انجليزيه على الشعره. الو مين؟ محروس؟ لك مختنق لما بسمع اسمه. ايه ايه، لحظة لحظة، موجودة. محروس بده اياكي. هات. الو محروس، كيفك انت؟ وينك انت؟ ملا انت شو؟ واو! شو مرت عمي خير؟ شو جميل، شبه امه. ظاهر احا احا فراش احا. سمعان فغليت، اجا العريش؟ لا العريش ما اجا، بس العريش موجود هون. شو وينه ابو ياسر؟ امي ابو ياسر هلا كان قاعد هون، هو سمع باسم محروس فركه. مرت عمي من وقت ما حكيتي على التليفون انت ومحروس ومدري شو قالك وقلتي قام هرب. ابو كيروز خرطوش فردك. انا عود هذا العريس يا شيخنا. اكتب ماما خرسي. ولا على طولي انا امي. ابو كيروز شايفه امي اللي ما بسمع كلام ابنه هيك بصير فيه. وبنته كمان. نصحتك انا ما انتصحتي. لا يا جماعه، مواعيده كانت انجليزيه على الشعره. بتهني على هالجوازة يا مرت عمي. خرسوا خرسوا جميعا. يا حبيباتي يا حبيباتي، ما احلاكم. شايفين شو حلوين هيك وانتوا قاعدين؟ فردوس سوي لي عشاء، بدي بيض بلدي مقلي بسمنه عربي، بس اعطي بالك ها انا بحب عيون. بده يتزهرم. قال قومي نحن مندفس. قومي انت التانية، قومي قومي. ان شاء الله مطرح ما بيسري بيمري. شو ما بكون تتعشوا؟ شو نسيتوا انه انا مسؤول عن هاي الاسرة؟ فردوس خذي ايدي. فردوس وين العشاء؟ قبلك وين العشاء؟ لك عمية نزوء بدي تعشى. فردوس تخفي يا فردوس. فردوس افتحي لك شرشحي لك دام الولاد، افتحي. شو بدك؟
شو بدي فوت نام. روح نام بيت اللي كلفك. فردوس ما بدك تفتحي؟ لا تفتحي. اساسا انا رضيت اتجوز كرمال الكندشي. ابوك يا الكندشي. رايح اعمل دوش واتنحى. لا تفتح. متعشت لحالك. شو يعني؟ كان ناقصني لانه خرطوش فردك انا مدام. اللهم اجعله خير. شو منام؟ مو منام بقي مرتي هي فردوس. مرتي فردوس حبيبي فردوس من اولها. شو بتحب اعمل معك انا؟ ها انت لا تفكري بالموضوع. خلي الموضوع عادي. الموضوع مو كل هالقد معقد. واثق كثير من نفسك. اسمع لقلك كل شيء صار امبارح بتعتبر نفسك شايفه بالحلم. شو اوكي شيت اني انا صير مرتك؟ هي بعيده عليك، بعيده كثير. لا تحلم فيها. شو لا احلم فيها؟ نحن تجوزنا على سنه الله ورسوله. حلو، مثل ما تجوزنا منطلق. ليش شو انا مرمطون انا؟ لا سلامتك من المرمطه. شو مرمطون؟ بس كل شيء صار بساعة غضب، رد فعل سريع يعني. الموضوع ما كان جدي. شو جدي وما جدي؟ شو انا مسخره انا؟ لا مو مسخره، هيك حظك. ما حدا طلع بوشي غيرك، اجت براسك الشغله. فاذا بتريد ما بدي ضجه، ما بدي حدا يضرب الموضوع، مو ناقصني فضايح انا. انا فضايح يا فردوس؟ فوت الحمام مو مثل طلعته. شو قصدك؟ شو قصدي؟ تحيك شو قصدي؟ لازم تعرفي انه انا ما بطلق، ما بطلق، ما بطلق. شو تطلق وما تطلق؟ شو الشغله على كيفك انت؟ ابو كيروز، انت قد ما بدك مصاري بعطيك، شو بدك ولا يهمك. ما بدي مصاري. بشتري لك شقه. أبوك هي الشقة، ما بدي شقة. لكن شو بدها؟ بدي اياك. فشلت بنص عينه. اطلع لبرا وياك. اطلع لبرا احسن ما افريك فريك. اطلع لبرا. يا طوف يا ربي دخيلك، منين اجتني هالبلوة؟ فردوس لحقت انك لميت الطاقة. عليك ولعليك ابن الحق عداي من اول الروايه. يا ريت انا جابتني لا فرجتني على فردوس يلي مثل الحربايه. حق عليك ولعليك ابن الحق عداي. أهلين شريك. أهلين فيك. خير أبو كيروس؟ كأنك مو مبسوط. لا سيدي ماني مبسوط. بعلمي أنت عريس، يعني ما لازم يكون في حدا مبسوط أنت. لك أنا عريس ها؟ أكلنا لك كم؟ لا كان على البال ولا كان على الخاطر. إلا لحالنا رح نصير فوق الريح، رحنا على وشنا نصيح. طلق طلق أبو كيروس. شو بدك وجعة الراس؟ طلق. ما بدك حجة لحتى تطلق؟ ليش في اكثر من الحجاج عبد جميل؟ عنيدك راس يابس لتاتي، منين ما اجيتها بتلاقي مكماش. هذا اللي حجني لحتى تجلطني هالمره. لك شو ما بالله بتعمل؟ اذا بالله نطي من الشباك بطلق؟ ايه الا نطي من الشباك وخلصنا. لك شو هاد؟ شو الا نطي من الشباك ما نطي من الشباك؟ معقول الحكي هذا؟ اخ يا ابو كيروس اخ، يا ريتني محلك. علاش عم تحسدني على هالجوهره؟ لك مو قصة عم بحسدك، بس اللي صح لك مو صحيح لحدا. يا سيدي خلصني منها وخذ اللي بدك اياه. يا ريت والف يا ريت، انت بس طلق. هلا معقول يا ابو ياسر كل هالقد بتحبها؟ الشغلة يا ابو كيروز مو شغلة حب،
الشغله اني منيشن عليها من الصف الرابع، ومن تحت راسها سقطت 5 سنين بالصف الرابع، وانه كانت تزبط ما كانت تزبط. ليش؟ لكن سميني ليش؟ ما انت شايد عيال. لك يا ابو ياسر، الله بيحبك، ما بدي ارميك بعد مصيبه. اي بس يا ابو كيروز، المشكله انها صارت عقدتي، خايف اني موت وتضل قصه بقلبي. القصه اهون بمليون مره من هالمصيبه هي. لا تنهز ولا تهز بدنك، انت كسبان. استاذ جميل انت هون؟ اهلين بوسينا. بس بوسينا. انا رايحه اغير اوعيه بالحمام. الحمام؟ ولي بالحمام. صباح الخير. شو جابك انت؟ جيت انا والانسه بوسينا. يعني جاي معه؟ ايه. الله لا يوفقك. شو؟ ما في شيء، كنت بدي ادفك تجيب لنا كازوز. معمل الكازوز مسكر. ابوك يا الكازوز. الكازوز قال. شلون بدنا نقعد فوق؟ يلا جيبوا لنا هالسيبه بدنا ننظف الحيطان. انا ما بقدر احمل شيء، انا معي ديسكا. اطلع الحيطان نظف السيبه. تعملي ابو كيروز، انت مين اجاك الديسك؟ اه لانك متجوز ولا عندك ساتلايت. هلا انت مساله هي القعده كل يوم فوق جريده طوال النهار عم حل الكلمات المتقاطعه. ماشي الحال ابو كيروز، انت ليش لهلا ما تجوزت؟ الا تمروه على قولة اليوم وعلى قولة بكره صفينا بلا جواز. تعال معي، تعال حقني. شو؟ لك عود عود. انا بعمري ما حصلت على كنز مثل هالكنز. ها شي الصيدة هاي خرطوش بردك. انا ولي سبقتني سيبة. شو بنسوي؟ لازم نختار لنا شي موقع مناسب نرصد من خلاله، وهذا الموقع حين يكون هون ما بيمشي الحال. عندي اخت هون، عود هون منيح، بقعد هيك بس ما بقيم معي شي. بزحل هيك، بعمل حالي عم بقرا، بزحل الارض هيك، بصير على مستوى. استاذ جميل اهلين، خلينا نخفض الغبره بالاول. ماشي. ما في داعي، سيبه ماكني. لك شو ماكني؟ هي صناعة وطنية لا سمح الله، بتتكرفتي من فوق لتحت تنقرف رقبتي. ايه مثل ما بدك. اطلعي. ايه سيدي جيب منفط الغبرة. جيبيها. منفط الغبرة؟ لكان وقت منفط الغبرة ضروري، يعني تجيب منفط الغبرة مو ضرورية. مو ضرورية. سيك لإلك. حطيها. سيد جيب الممسحة. جيب الممسحة. لحظة. ايش الممسحة؟ لا جبتي الممسحة؟ نسيت. ولا إلا ناولني السطل بيكون أحسن. ليش السطل هلا؟ اطلعي لفوق، بس صيري فوق ناولك السطل وفلت السيبة. طيب مثل ما بدك. اطلعي. لك شو هاخ؟ عدمني ياك وانزلي تحت. انزلي، أنا بنفذ غبرة. بس انت معك ديسك، شو جابك؟ كن علي الديسك هلا. كن عليك الديسك؟ انت ما بدك بكن عليك وانت ما بدك بتور؟ ناوليني المفضة. امسح حجاجة. روحي ضربي. طيب بنت عمي، وشو بدنا نعمل بالكلب الاسود؟ انت ما دخلك، انت بس هدي له اياه هو بيتصرف. يعني محروس يعرف وانا ما اعرف؟ اسرار الناس مو لعبه، مدى ما السر طلع برات اثنين شاعه. طيب خليه هو يهدي لي اياه وانا بتصرف. ولا يهمك، انا حاسبه الحساب. بعدين فراج، انا قلت لك الك ولا للديب؟ قلت لي خس الديب. مرت عمي بدك تتراجع. مرت عمي ما بدي اتراجع، بس يعني طيب يا مرت عمي بركي نتفني الكلب مثل ما نتفوا لمحروس. لا انا حاسبه هالحساب، رح ابعت له فروج بروستد الطعمويه.
البروستد؟ ايه طيب البروستد ناشف مرت عمي بعتي له مسحه واطيب. يا شيخ طعمي على كيفه ويضحك بعبه انه بعتنا له بروستد. شو استبينا؟ استبينا؟ مسيك. لك ايه انا بدي افهم بس، وين عم تروح بيه بخور؟ وين؟ مو شغلك، مو شغلك، امشي يلا، تسأل. مو شغلي، نازل على البزولية، طالع من البزولية. ليه؟ يلا ناخذ خطبة. المطلوب بنطلونين، الجماعة بالمستشفى. ولي بنطلونين؟ لك جميل يا جميل 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 ولا جميل لك شبكون شو الواحد ما بيعرف يرتاح بهالبيت. وشك على المستشفى عطه هباشا هو ملا ويعلو مع الكلب إلا بشهر العسل تبعي. وزينة زينة حميته حمام. شو خلص أبو كيروزة خلص بس منظركم كتير بحزن. ايه وين مدام؟ جوا عم تستنى. وين؟ لو سافينا جوا. ابوك يا الكلب بيا. اتفضل يا اخي اتفضل. هون شو هون؟ هون الشركة يا اخي. الشركة تبع المدام اللي حكيت لك عنها بالسيارة أنا شريك فيها. إيه طيب يعني أنا هلا شو المطلوب مني؟ طالما المدام طالبتك معناتها ضربتك معرزة، لأنه هي المدام إذا حبت حدا بترفعه لفوق الريح. اسألني لي. إيه شو عرفك إنها حبتني؟ ولو يا رشيد ولو. عم أقول لك وسطني سوق على مهلي من شان ما تتأذى. قال شو؟ مثل شمعة آخر الليل. إيه شو بقى شمعة آخر الليل؟ عملت على حالة. عندك خمس يابيت؟ ويش الحمد لله على السلامة بعد غيبة. أنا سلمي ابني جميل. ونعم يا بنت صهري فراش. ونعم الصهر خذيت عين بنتي كوسر. ونعم الكوسر كنتي بوسينا. ونعم الكنيل بوسينا. عندك خمس يابيت؟ معمر السفرة جاهزة تعال. ليكون جايبينه بدالي. ليش هيك عم ياكل المقدوس مثل لما الدب بياكل السمك بأفلام كرتون؟ كسكتي بلا ما تسمعك حماتك. وهلا المفاجأة. شو أهلان؟ ولو هي طلية. ايه رح أجبركم للحس لحسة عشان ما تزعلوا. ليش أنت ما إمتى بطلت تحب الهيطلية؟ أنا من طول عمري ما بحبها بس بدي آكل يعني من شانكم. بالنسبة للهيطالية لا يكن لكم فكر بنوب، أنا بتكفل فيها. فرج. بعدين بدي خلي مطرح مشان آكل أنا ومرتي، لأنه إذا ما أكلت أنا وياها بتفكر إنه عندها ضرة. تجوزت؟ أنت شايفتيني عاجز؟ متجوزة لسه نفسي خضرة يا مدام. مدام. عفواً، ليش حضرتك مدموزيل؟ لك شو نسيت اسمي؟ إيه عفواً كمان يعني، عرفتيني على الكل إلا على أبو فايز. ها؟ أبو فايز مسافر صار له فترة برات البلد. مين معه مفتاح الباب الخارجي؟ الكل. ليش؟ يلي فات معه مفتاح ما في آثار خلع على الباب، بتشكوا بحدا؟ أبو كيروز. أنا مفتاحي مالي. اجتبها لإلك اجتبها، بتكون ساحب عنه شي 20 نسخة.
ما بدها شطارة. سيدي نظراته بتدل على انه حرامي، هيئته وقفته صباته خرطوش مرضه. يا جماعة انا انسان شريف. لا تتسرعوا على كل، هلا بتروح معنا على المخفر بناخذ افادتك، واذا كنت بريء ما في داعي تخاف ابدا. الله وكيلكم بريء انا. اذا كنت بريء لكن ليش ركبك مو حاملينك؟ يا جماعة انا بريء. لك نحن اللي منحدد اذا كنت بريء ولا لا، حاجة تنوح مثل النسوان بقى. امسك جروا على البوكس لشوف. خلصت يا صرم. يا روح لا يا فات الطحين. لا هدول ما بيتأمل لحدا منهم، بيكونوا مقروصين. مفكرين اختارينا هيك على غفلة؟ ما بيعرفوا ان الواحد منا ما جمع الثروة الا بعد ما شبع بدلة. اي طبعا مفكرين المصاري نزلت عليكم بقفة من السقف. اصلا انا من الاول لازم اكشفوا على حقيقته. ليش عمل شي شغلة قبل هالمرة؟ شغلات ما بلحق اطلع ساعة الا بيكون نظف لي اياه للبراد. ايه بس يا فردوس، يعني هي شغلة الاكل مو مشكلة مو سرقة. يعني بجوز يكون جوعان، بجوز هفت نفسه على شغلة. يعني دناوة نفس. الو اهلين سيدي. يعني نحن ما افترينا عليه. شو هالحكي؟ معناتها ما استفدنا شيء. ان شاء الله يعترف سيدي. ماشي عم نعذبكم معنا سيدي. هذا ابو شكيب عم بيقول ابو كيروز اعترف. لكن عن ايش كنتي عم تقولي ان شاء الله يعترف؟ هو اعترف بالسرقه بس ما عم يعترف وين مخبي المصاري. الهي وسيدي مولاي ينزلوا زهرمان بخاري هالكم قرص كبه اللي سفقتهم بمعدتك، لان انا لسه ما قدرتهم. مدام جبتي سيره الكبه بالتحقيق؟ من شان تصير مسخرة يعني؟ حدا بيرفع دعوة من شان سرقت كم قرص كبة؟ يخرب بيتك من بين الصبيب، أبوك يا الصباب. إيه ما خليت لي جوز الجرابات صاخ. أساساً ما عندي غير جوزين. أساساً هذا اللي كان ناقصنا. لا عم فتر النوبة. الشغلة صار بدها روح على عند الكندرجي. فراج طول بالك شوي. شلون بتسمح لنفسها تروح بدون ما تعطي خبر لجوزها؟ لك هي راحت مع حدا غريب، راحت مع اخوها مرت اخوها. معلش تحسب حساب، بركدا جوزها كان عايز منها شيء بركدا. لك يا فراج شو بدك اللي اكل موجود، شاي او قهوه بعمل لك بزيتي. بالله يعني الواحد ما همه غير كرشه، ما بده من مرته غير تطبخ وتنفخ بس. ايه الشغلات الثانيه ملحوقه. طقت خلاص احترقت. لا يا ستي مو ملحوقه، طقت احترقت. لو كانت الست كوثر موجودة هون ما كانت راحت جاية الجماعة على الفاضي، كانوا عم يغلوا مساكين. شو دخلوا الجماعة بكوثر؟ لك يا مرت عمي أنا في عندي غلط حاطه جوا وما حدا بيعرف وينه غير كوثر. يا حبيبي يا فرج اللي عليك بركض أنا بعرف وينه. تحفة تحفة سمينة، كنت حاطة بالكومودينا جوا وعم دور عليها ماني ملاقيها. ما بعرف ما شفت هيك شيء. إيه بقول لك بتقلي لي بركض أنا بعرف. شرفوا. شو سيران انبسطنا كثير. انت وينه جوزك ولين؟ تحت عم يصف السياره ما عم يلايرني. ليش؟ روحي صفي بغرفتك لشوف. روحي وانت تعي لهون لشوف. شلون يا خانم تسمحي لنفسك تروحي مشوار بدون ما تخبري جوزك؟ اه طقت براسنا ورحنا، بعدين دورت عليك ما لقيتك. ليش في شيء؟ الصباط الصباط اللي كنت حاطه جوا بالكومودينا وينه؟ ما بعرف انا ما دقرته وما شفت شيء. يعني وين بتكون راح؟ شو عرفني؟ ليكون هذا الاسود اللي مثل البسطار. ايه وينه؟ شو هي كندرت سندريلا ولا كندرت أليس في بلاد العجائب؟ انتي بتعرفي هالصباط هاد لمين كان؟ لك لمين يعني؟ ولك هذا صباط شكسبير؟ انا شخصيا اشتريته بانجلترا بالمزاد العلني. لك حاجة بقى فراش وجنيت، لك الدكاكين مليانة صبابيط وكل موديل احسن من الثاني واحسن صباط ابو 5-6000 ليرة، واذا حضرتك مغرم كتير بالاجنبي هي البالة قدامك العمى. هلا بلا لعي فاضي وحكي مصدي، الصباط فينه؟ احترم نفسك ولا فراج، لا تبر الكلام مشان صباط ما تري عيب. وينه؟ اعطيته لام سعيد. اوه انت لك انت بدك تفلجيني، مين هي ام سعيد؟ لك ام سعيد المرة اللي بتجي لعندي، اعطيتها اياه مشان تعطيه لجوزها. لك لانه شكسبير مورد له الصباط لابو سعيد. لك فراج حاجة تعيط وتصيح، إذا كل هالقد غالي على هذا اللي عم تحكي عنه بنعطيه قرشين ما بيخليه يفتح أمه. لك شلون بدك تدفعي له قرشين؟ هذا شكسبير، الفرد اشتريته من صباطه ب5 ملايين والفرد الثاني بمليونين. اوف ليش بقى؟ لك هذا شكسبير. ما
مرت عمي شكسبير هذا كاتب انجليزي ميت من زمان. أستي الله يرحمه ويرحمنا اجمعين، معناتها ما في مشكلة. ولك هلا مو وقت اللعين، ليلي بدها تمسح الفم. لك شو هاد؟ لا استاذ. شو عم يعمل هو؟ في بسمار استاذ ما خلى لي جوز يشرب هالصاغ، بدي شيله. لك العمى بعيونك العمى، شو قلب لي طولتي سندان؟ محروم محروم تدور على عرضك يا محروم، بتعرف بيت الأمسعي؟ روح روح جيكو بتعرف ليش في شي سرقت شي؟ لا مو وقت الأسئلة هلا، روح طيب طيب. أبوك يا شنا أبوك يا لبابة. كوسر عبدولة كوسر عبدولة كوسر عبدولة كوسر عبدولة. لازم يا استاذ كنتوا تحسبوا الحساب من اول. لك لساتها بشهر السابع، انا شو كان عرفني انها بدها تولد قبل بشهرين؟ كوسر كوسر عم تولد. لك انه هي شو طلعها على السيفه؟ ما بتعرف تتخبى الا بالاماكن المظلمه. يا رب تجيب العواقب سليمه يا رب يا رب. يا فرج فرج فرريجو مبروك اجاك صبي. بحبك انا يا ابو كيروز بحبك انا يا ابو. تعي تعي بس عمي كوسر كوسر كيفك؟ منيحه ام سعيد عندها فوق على السقيفه. طيري طيري. شو بدك تسميه يا ابو الصبي؟ بدي اسميه مرزوق لانه انا وصغير كان عيطولي ابو مرزوق على اسم جدي الله يرحمه. صار عنا ولد فرريجو يا حبيبي طب طب فرريجو. بحبك يا ابو كيرو طب طب تاي تاي. كوسر كيفك؟ منيحة ام سعيد عندها عسيفة. طيري لعندها طيري. شو بدك تسميها يا ابن؟ بدي سميها بدي سميها لفجة على اسم ستي الله يرحمها. لفجة بتعرف صار عنا صبي وبنت. يا عيني عليك. ابو كيروز ليش ساكتي؟ ليش ما حكوا لهلا؟ يا رب يجيب العوائب سليمه يا رب. تناولت المخزن وخبطتني فيه على راسي. تاي تاي وكوسر كوسر كيفا؟ منيحة ام سعيد عندها عسيفة. طيري لعندها طيري. لحتى اكملك القصة بقى، لما غلطت وناديت لبقى تناولتني بالمخزن على راسي وقاموا شحطوني لعند الدكتور وعمل لي حشوة. شوفا بالراس بيعملوا حشوة كمان؟ لا بس غلطوا واخذوني عند دكتور اسنان قام عمل لي حشوة معدنية.
طيب ستك ليش سموها بخاطة؟ أنا ما بحبوا الاسم. هذا يا سيدي، أنا ستي لما ولدت إجت بسنة محل، وهذيك السنة ما كانت نازلة المطرة ولا مرة غير مرة واحدة وشوي صغيرة. ها بقى لما خلقت ستي كانت مرة غيبة، عملت مازوخ مطر وظلت ساحبة وكابسة لحتى خلقت ستي. أبو كيروز تأخروا، أنا قلبي ناقصني. ها وأنا كمان. عيني ولدك. العمى إيش هو هاد نبعة؟ فرجوا صبيون آخر، صبيون آخر. استميلي صبيون آخر، صبيون آخر، صبيون آخر، صبيون آخر، صبيون آخر. دير هذا الصبي الآخر شو بدك تسميه؟ هلا أنت ما في عندك غير هالسؤال، مو شاغل بالك غير هالشغلة؟ يا سيدي بدي سميه بكور. على اسم جد جدي الله يرحمه. أبو كيروز كم ولد صاروا؟ خمسة بعيون الشيطان. خمسة تملخ رقبتك، روح جيب لي ورقة وقلم وسجل الأسامي أحسن ما أنساهن. روح طوش فردك. أبوك ينهار بقى حلق، صار عنا خمس ولاد. كوثر منيحة، منيحة كثير، امسعي لعندك وقع سيفة. شو امسعي؟ عندك كمان توتة. مين توتة؟ هاي اجت بغيابك هلا. صاروا ستة. ايه على اسم مين توتة؟ توتة ستو لعبده. مين عبده؟ جده لنظمي. مين نظمي؟ ابنه لأبو قرعة. مين أبو قرعة؟ لك مرة بستخن، شو بيعرفني أنا؟ أنا ابن، روح اعمل لي فنجان قهوة. خرطوش فردك وفردونا. روح تعف تعف، لا تروح على المطبخ، انزل على الحارة جيب لي كازوزة حمرا. كازوزتين. كازوزتين روح. الله يعطيك العافية، تعبتي اليوم. تعبتي على مهلي، على مهلي. بشوش بشوش بشوش. ايوه ايوه الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. على مهلي، اصحك تتعتر يلا تنقرف رقبتك، مين بدي ارضع الاولاد بعدين؟ يعطيك العافية يا ام سعيد. الله يعافيك، حتى تعرف قديش ايدي بركة. يلا يلا فرج، خذ لي مرتك على قوزتك خليها ترتاح، ورجع مشان نزق الاولاد. وين نحط الاولاد؟ وين يعني؟ جنب امهم، بتاخت امهم، من صف من صف. ماشي ماشي يلا ماشي. يلا تعي قطة، على مهلك على مهلك بشوش. دادي تقطع بطة، دادي تمشي غطة. أعوذ بالله. لا كل ما بدنا نفوت لهالغرفة بدنا نلاقي فيها حدا. لا لا مين أنت؟ شو عم تعمل هون ها؟ أنا مو أنا بشتغل هون قاسم بالشركة، أنا جيت مبارح مشان آخذ يا أستاذ الشحاطة. بالله ومن مبارحة لليوم عم تاخذ الشحاطة؟ حليلي الجو وخليلي الجو، سفقني الكندش النمل، شو طلع الضو؟ لك يا جماعة مخلوعة منوعة. جيبوا له طاسة الرعبة يا وام وخليه يروح. طالع الهوية. أيها هوية، مسك نزل الهوية. أخوان طالع الهوية. يمكن طلعت الهوية. بسرعة. وين حطيت الهوية؟ دقيقة. خذ هاي الهوية. هاي الهوية. راح نتأكد. وإذا طلع كلامك مو صحيح راح نسلمها للشرطة. أنا بتصل قم بالشرطة مشان تتأكدوا. ما في داعي. إذا طلعت مثل ما عم بتقول. بتجي بتاخدها من هوني. وهلا خلي لي الكرعوبي لحالهم. اتحرك من الدم بسرعه. خليهم اتحرك. فكرتك متي مرت عمي. تاخرت المدام. ما صار الا تجي. ما صار ليش تاخرت؟ على كل اللي معك ما بتمنى. شكرا. بتعرفي يا انسه الواحد بس يشوف الشباب اللي مثل حكايتي سرت لي الروح. بركة فيكم. شباب مكافح بياكل من عرق جبينه. الله يخليك. نيالة المدام. على شو؟ بتصبح فيكي كل يوم وبتتمسك اليوم. من لطفك. ما قلتي لي قديش عم تاخذي راتب؟ يعني مو مشكلة. تعي تعي لعندي بعطيك الدبل. تأخر أبو كيروز بالقهوة. يا أبو كيروز. لك شو بدك بأبو كيروز؟ من حسن حظنا. ما بصير، لازم تصير القهوة على حالك. شو شغلته هو؟ قول متى الربا دارت هناك يا عم. يعني بلا القهوة هلا وخلينا نرتاح من شوفته. إذا ما بده يشتغل يروح يقعد ببيته. مو ضروري يا آنسة،
لك شو هالتخبيص؟ شو هال؟ يخبصوا تاع حلبة، شو هالشغلة تنحل هاي؟ أبو كيروز والقهوة عمار ماشي عنا تحتك قوم قوم صلي ساعة قاعد هون، شو عم تساوي؟ لك يا عم حل الكلمات المتقاطعة خلصنا بقى يلا لك تختي دولة آسيوية سبع حروف طالع منها شي حرف؟ الحرف الخامس إز معكوسة مع باذنجان ما في ظريفة هي ظريفة طيب طائر أسطوري من حرفين حرفين طالع منه شي حرف؟ أول حرف إر وتاني حرف أخ طائر أسطوري حرفين أول حرف إر وتاني حرف أخ هات غيره إيش ما عرفتيها صنديد أربع حروف كوسر يا بدي استملي يلا عجل خد فنجان القهوة كل الأصع نتف شعره نتف شعره خليه نتفه رحت لقيته عم يعملها على نار خفيفة قال شو بطلع أطيب مو مشكلة من أبو كيروز خبير بالقهوة لا تأخذت أستاذ أخرنا عليك بالقهوة كنا عم نبدل قنينة الغاز ما كنا عم نبدل قنينة الغاز تفضل أستاذ تفضل يسلم شو الريحة؟ أنا الريحة شو بعرفني ريحة غريبة؟ هذا العطر اللي حاطت منه أنا عطر؟ ريحته مثل الوزواز شو ريحة الوزواز؟ هذا العطر جايبه من نص باريس ليش ريحة الوزواز منين بجيبوها؟ من نص باريس بعدين أخي شبه الوزواز بشاي شو هاد الوزواز؟ بخ تبع الدبان دبان هالأيام مدلل دبان زمان كانوا يجيبوله ديديتي ودامون على فس كان فسة واحدة تلاقي الواحد قلبه هو الدبان المليئت أنا برأيي أفضل دواء للدبان هو النظافة مظبوط الواحد يتنظف على حاله أحسن ما يبخ على حاله ويزواز لسه بيقلي وزواز هاي ريحة عطر يا بني آدم أنت مين جاب سيرتك يا أفندي؟ فكرت أبو كيروز بدجدج ما بفكر قبل ما يحكي ساس حضرتك سافرت شي لآسيا؟ معلوم فاتلة فتل يعني بتعرف أسماء الدول كلها؟ شو بعرف أساميها؟ بعرفها حكر بوكر حكر بكر حلوة هي أستاذ دولة آسيوية سبع حروف خامس حرف منها إز أبو كيروز خلاص فرقنا بالكلمات المتقاطعة تبعك وبتعرف تحلنا كنا علنا لا تأخذونا وقف وقف قلت لي خامس حرف زين معكوسة ماليزيا مالي أبوك يا السياحة هات لحلك يا هات أزلط أملط أصلع مظبوط رأسه يلمع أقرع كله بلع أقرع أصلع يلمع أبوك يلمع تنزل على الجبين قرة هي عرفتها أيوة خاصة بالهواء امسك يسبوليات أستاذ سهلة أنا ما عاد أقدر أستنى أكثر من هيك بكير هلا بتجي على كل فكري بالموضوع أنا ما إذا حبيتي تشتغلي عندي هذا الكرت فيه رقم التليفون والعنوان والبيجر والبليب كمان بس أنا عم أشتغل هون ما بتكوني إلا مبسوطة الله معك فكري منيح ماشي أنا طلبت قهوة شي ما بتعرف إنه معي ضغط المدام قالت لي جيب ثلاث قهوة ما بدي بدي زهورات ما في زهورات لا تشرب قهوة لا حول ولا قوة إلا بالله بطل حدا بيعرف كلمة كتبها ثلاث أحرف سجلة دونة طالع منها شي حرف تاني حرف واو لك ضروري تحكي مو واو جيم سجل أنسب شي مبينة
ودونا كمان بتزبط. قلت لي بتزبط لك. إذا بشوفك مرة تانية عم تحل كلمات متقاطعة ما بتكون مبسوط. بعملك مربعات مربعات، شي أبيض شي أسود، وببدأ بالأفقي بنتهي بالعمودي. أحيط عمودي خرطوش بردك أنا. يلا يا حضرات، في عندي اجتماع، تفضلوا. خير فردوس؟ إن شاء الله ما في شيء. لا إن شاء الله ما في شيء، بس بنتي كوثر بطلت تشتغل هون سكرتيرة بالشركة. إيه شو عليه؟ خليها ترتاح. بس مين بده يستقبل الزباين ويرد على المكالمات؟ مزبوط، هي ما فكرنا فيها. إيه بسيطة، كل يوم بيقعد واحد منا. لا هي ما بتزبط. لكن شو العمل؟ الأولاد عم يقترحوا إنه نحط سكرتيرة. منحط؟ ما منحط. أنا جاي أخذ رأيكم، بهمني رأيكم. أنت بتفصلي ونحن بنلبس يا ست الكل. وأنت شو رأيك أبو فايز؟ أنت بتفصلي ونحن بنلبس يا ست الكل. هلأ أنا جايبتكم مشان تقولولي أنت بتفصلي ونحن بنلبس يا ست الكل، منحط ولا ما منحط؟ هلأ أنت شو رأيك؟ هو بصراحة نحن لازمنا سكرتيرة. منحط؟ بس المشكلة ما منحط. لك شبك أنت وياه؟ اتنط ما تحط، منحط ولا ما منحط؟ هو إذا كوثر بدها تترك خلينا نحط. إيه وأنا بقول هيك كمان، خلينا نحط. معناتها خلينا نعمل اعلان لنحط سكرتيرة، المطلوب سكرتيرة. وانتي قلتي اهلين استاذ هراي. اهلين ابو كيروز. لو ما معي ديسك كنت عاونتك. هلا صار معك ديسك. ما افتح باب الشقه. افتح. جزيرة بالمحيط الهندي، أربع حروف تشتهر بالشاي. طالع منا شي حرق؟ ألف. أرواد. أرواد مزبوط مزبوط. عاصمة طغستان سبع حروف. سبع حروف طالع منا شي حرق؟ آخر أربع حروف ألعى. ألعى بدي أقلع رقبتك. افتح الباب عم تفرش علي. ما هيك افتح الباب، تزاولت منك. اجا فراج هلا بيحلها للمشكلة. شوفك فراج ليش تعبان كنا هالقد؟ كشفونك مرت عمي؟ كسر لك رجل بنتك. كسرها طال عمرك. طالع على الطابق السابع وحامل لي شي 100 كيلو، شلون ما بدي اتعب؟ اه وان شاء الله طالع على الدرج. لكن على شو بدي اطلع؟ على حمار؟ لمين اخترعوا الاسانسيرات لكان؟ مرت عمي انا معقد من الاسانسيرات. يا بتنقطع فيكي الكهرباء وانت بنصه، يا بينقطع فيكي الكابل بتسلتي من فوق لتحت، يا بتفتحي الباب بتلاقي لا في بلوط الجبل ولا اسانسير، وبتتكرفتي من فوق دش لتحت، يا بتصيري كباب يا كبينية، اختاري. لك خلاص خلاص أريضة، شو بتسود الدنيا بوشه للبني آدم؟ ما بيصير هالحكي يا فرج، حلك تمشي مع التطور، لازم تتعود يعني، حلك حلك يعني. ما عم جيب شي من عندي أنا، هالسنة صار رايح له 8 قتلة بالأسانسيرات. أربعة منهم رجال من معارفي وأربعة نسوان مو من معارفي. كذاب يعرفوا. لك خلصنا بقى أنت وياه. والله عاد يا عيني، يا أحسن دعاية للشركة تبعنا. شو نسيت إنه نحن مستوردين نص الأسانسيرات يلي بالبلد؟ هلا خلصنا أنت وياه وبلا أخد وعطا، خلي الأستاذ فرج يدلي بدلوه. دلوه حلوة دلوه. صحيح شو القصة؟ ليش مجتمعين؟ خير يا طير؟ ابو كيروز ابو كيروز خرطوش فردي، تعا ساوي لنا قهوه على راس ابو كيروز. قررنا نحط سكرتيره بدال كوثر. بدال كوثر؟ عين العقل عين العقل مرت عمو. بس مختلفين، ابو ياسر بده اياها سمراء وابو فايز بده اياها شقراء. وجميل جميل شو بده اياها؟ انا المهم عندي تلبس قصير. ان شاء الله عمره ما تلبس. شو بدكم تجيبوا سكرتيرة ولا عروس؟ طيب احكي، بهمني رأيك أنا، بدنا نكتب الإعلان. هلا كل هالحكي بلا طعمة، المهم تكون بتعرف تحكي إنجليزي، حكي وطبع، بتعرف كمبيوتر، وبعدين شو ما كانت تكون إن شاء الله تكون جاجة منتوفة. جاجة منتوفة؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟
ضني انت الناحية الجمالية ما بتهمك كتير. يا اخي مهمة يعني، بس ما بيجوز تحط بالإعلان انت شقرة ولا سمرة، طويلة ولا قصيرة، بتلبس فيزون او كعب. وبعدين يعني من شان شو هذا الكمبيوتر؟ مزبوط، احنا ما عنا كمبيوتر. شو بدنا نضلنا حواش؟ يوما ما رح نجيب كمبيوتر، يوما ما، مشان نمشي مع التطور. حلنا يعني، حلنا. ابو كيروز، ابو كيروز، روح شوف لي ابو شكيب ليش كان هو؟ عفيني من اي الشقة. ما بدي اعرف شو اللي صار. عطشوا وخرج وطار. عم خفف دم هلا؟ لا عم تعقد دم. قوم امسك الجرايد من ايدك وروح شوف لي شو فيه. لك اخي ليش ملهوف؟ قال يا خبر اليوم بمصاري بكره ببلاش. ما بدي اعرف جاي مشاني ولا مشانك؟ اخي لو كان من شانك ما حيستحي منك، ومشاني ليش لاجي انا ادمي؟ يعني انا رزيل مو؟ رزيل انا. شو بيعرفني؟ الله ما بيننا وبينك. قوم قوم شوف لي شو فيه. انا بشتغل هون بساوي قهوه، ما بشتغل داسوس عند اهاليكو. طيب اعمل لي قهوه. خرطوش مردك. ابو كيروز طريقك، شوف لي شو القصه. صبر ايوب صباح النور. عم ينغمها كمان. محروس الحقني، عاوزتك انا ضروري كتير، تعال. امر مدام. ابو شكيب اجا ودق بفرج. خير، لشو عمل فرج؟ متهمينه بمحاولة قتل خطيبة جده لفرج. ليش جده خاطئ؟ ليش ما بتعرف جده انت؟ بلا بلا، هذا اللي عمره فوق 120 سنة. هو بعينه عم اشوف نفسه خضرة. محروس خلينا بحديث فرج هلا. عفوا مدام لا تؤاخذيني. نحن منعرف انه فرج ما بيعملها، بس المشكلة مو هون، المشكلة وقت نسي شبريته بموقع الجريمة وانا شايفة يستخدموها دليل ضده. ولا يهمك مدام، ولا يهمك، انت بس اعطيني العنوان وانا بروح بجيب الشبرية وبجي، بس ما يكون قاتلها فيها. لا يو شو قاتلها؟ محزز لها البطيخة فيها ونسيانة عندها. طيب شو بدي اعرفهم انه هي شبرية فرج؟ لما قواص كاتب اسمه واسم كوثر عليها وراسم قلب حب، ما بيصير لما يتفنن بعدي. ولا يهمك، هلا بنط على موقع الجريمه بجيب لك الشبريه وبجي. ابعت جميل معك يساعدك. ايه احسن، مشان يوقف لي برا، مشان اذا اجى حدا يصفر لي. صفير؟ ليش حتى ما صفر؟ اصلا انا شغلتي صفيره. لازم حدا يخبر جده لفراج. لا ما في داعي حدا يخبر جده. لا في داعي، بركي امي جدي عضت على اصبعتها، خليه يشوفها قبل ما تودع. ايه مزبوط جميل، مزبوط، لازم يشوفها قبل ما تموت. لا عمي كل شيء الا خبر جده، انا مالي ادل علقه. إيه عمره 120 سنه، من ايش خايف؟ شو رح ياكلك جده لفراج؟ ياكلني؟ لك ياكلني صحتين على قلبه، انا ماني خايف ياكلني. لك من شو خايف؟ لك جده لفراج اهواج، ما بيلاحق الواحد يحكي معه كلمتين الا بيكون تنخع بوشه، بعدين ما هو حق يعني بعد هالخبريه يتنخع. ايه مزبوط مزبوط مرت عمي جميل، ما هو حق، يعني واحد عمره 120 سنه بتلاقيه يدور بسراج وفتيلة على وحده تقبل فيه، يجي واحد يقول له هيك ماتت بده يتنخع بوشه. ماشي ماشي، لا تعملوا لي اياها قصه، انا بخبره لجده، انا بعرف اتعامل معهم هدول ختايره، بفهم عليهم. وانت بتروح على موقع الجريمه وبتجيب الشبريه. موقع الجريمه؟ لا انا بروح بخبر جده لفرج، انت بتروح على موقع الجريمه، بس ما بصفر لك مشان لحق اروح على ام الطنافس وارجع. هلا لا تختلف انت ويا محروس، نبعت ابو كيروز يصفر لك. انا اختصاصي قهوه وشاي مو مصفراتي. عم تتجسس علينا ولا؟ ما بدي اعرف شو حاوجك للسرقه. لك راتبك 15000، هاد ما عدا اللهف. الف لهف، سجل لي اياها فيها قافيه يا ابني. حاضر سيدي. وسجل لي كمان خطف ندف وشلف. وفي عطف سيدي على نفس القافيه. هادي ما بتزبط معي عطف، عم الف قصيده بوليسيه. قول هل دقت ابو شكيب؟ انا كبسانه الخرطوشه تبع فرد الحكومه سيدي. شو يا عفطوك؟ شو يعني عفطوكك ابو كيرو؟ سيدي يعني كمشوك او دكوك. سجل لي اياها يا ابني، عفطوك. ليش شو عملنا سيدي؟ لك لا تخاف، بس انا عم الف قاموس للمصطلحات الاجراميه. ليش انا مجرم؟ انا ممكن تكون مو مجرم، بس هذه المفردة أنا سامعها لك ليكون أنت خريج سجن الوادي. لك أبو كيروز سيدي كلهم يومين قضينا هون هنيك وبالخلاص. شو فايدته هالقاموس سيدي؟ هذا القاموس يا جاهل بتوزع على الشرطة، وكل واحد شرطي بيصير يعرف أصحاب السوابق من مفرداتهم. حلو. إيه أنت ما بيمشي معك إلا الجرم المشهود، الواحد لازم يعرف إيطالي لحتى يعرفك إذا كنت مجرم ولا لا. لا سيدي هذا أساسينو مافيوزو. أنا قاتل بالمافيا ولا؟ شفتوا سيدي كيف طايق فيوزو؟ لا خلصنا بلا لعي أنت وياه بقى، وين الستة؟ بالمكتبة. الحقوني لشوف. إيه
لك حافيه لك مقوصه كم مره نبهت عليكي ما تمشي حافيه بتم مغصي بيجيك بطنك روحي غسلي. ابو كيروس وديتي مين يا ام شمري؟ لا انا اما انا مرت اخوها. لك شوفي يلا شو صاير. الله يرضى عليك ابو كيروس، بتركب تاكسي وبتروح لي على ضيعه ام التنافس بتشوف لي شو قصه جميل وبترجع. هلا مو مهزه ساعتين ثلاثه بيطلع الضو بروح بنهوب هوب مهزه ادفع تاكسي هلا وروح لعند ام التنافس. عم بتقول لك جميل لهلا ما رجع، بلكي كان صاير معه شيء. شلون مو مهزه؟ انا ما صدقت انه يصير شيء حتى اقعد تحت الكونتش. ابو كيروس الك ولا للدين؟ لا الي ولا للدين. ايه قوم ضربه تخلع الرقبه شيء تاكل تاكسي مثل ما عم قلك وروح على ضيعه ام التنافس. قوم خطوش فردك ابوك يا التنافس. هي هي سبعة ثمانية على عرس الدراج مذبحة لك شركاتك كلهم أبو فايز وأبو ياسر وعاطف بيت لك شو بدي أدلك لعدلك بس ليك لك فكرة أم جميل عفشتهم كلهم ولا في داعي للخوف منيح جبل ونزاح عن كاهليا أكل القتيل عندهم لأنه سيدي مثل شرب الأرجيلة لكن اللي بيعتبروه رجولية سيدي طيب ليش كانوا عم يقولوا أبدناش نعلق مع الدرك أبدناش نعلق مع الدرك طبعا ابدوش يعلق مع الدرج لانه مهرب دزين تصحون بشرواله شرواله حلوه هلا ما قلتوا لي ليش عاملين عليكم هجوم اهالي ام التنافس تنافس بس حبيبي بس انا راح تخبره مشان ام جدي عم عمل لي اياها شغله طول وعرض وتزاول مني وراح ناقفني بنص نافوخي ضرب مثل هاد بالعكازي عكازي يخرب بيته شو داهيه هالجد لفراج 120 سنه خبره بتضليل العداله سيدي وام جداء شو صار فيها؟ لا مشي حالها تجاوزت مرحله الخطر وفائت من الغيبوبه حلو طالما صحيت فيكم تسالوها وتعرفوا منها مين اللي ضربها لهلا اسالناها وعرفنا كل شيء بري عليك سيدي من هو؟ جدو لفرج جدو لفرج؟ ايه ضربها على راسها بالعكازه عكازه 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 لكن كذابه لانه تصهصنت وقت اللي حكى لقال نكته لكن شو بدها تعمل؟ تبكي؟ لك لا بس ام جديع قال كل ما تضحك بيفلت طعم سنانه وهو ما بيحب هالمنظر طيب طالما هيك ليش دبيت فيه النخوه لما قلت له خطيبتها مشان يضل للعداله شو قال لك هو قال لك بعد ما غابت عن الوعي بفركها بعمل لي شي دوكه وبوهما على انه مو عرفان لك لانه فكرها ماتت مشان يضل للعداله بجريمه بيعمل سبعة من جرائم هي مو جرائم القانون بيحسبها فور الدم طالما هيك امسكوه وحطوه بالحبس شغلة ام جديع مو فور الدم ما منقدر نهائيا يا جميل لانه معه شهادة بجيبته شهادة شو؟ شهادة انه خرفان خرفان؟ شلون ما خطرت ببالي هي سيدي ومحروس امتى رح تطالعوا؟ محروس ما رح نقدر نطالعه لانه المرأة اصرت على الدعوة رح نحوله للنيابة ونطلبكم الشهود
وفرج امتى رح تتركون؟ حرام البنت خوخت عيونها من البكاء. شو عملنا يعني لحتى يخلص التحقيق؟ ما قلت ام جداع حكيت؟ هي قصة ام جداع خلصنا منها، هلا عم نحقق بقضية تانية. داخلي منك ابو شكيم. سيدي شو بقي كمان؟ شو في غيره؟ علق هو وجداع ابن ام جداع بالسجن. لك وجرحوا جداع؟ جداع شو اخذوا على السجن؟ كنا عاملين له حجز احترازي لانه كان بعد تهديد لجده لفراج بعد ما سمع انه خطب امه. لك ايش دويخة؟ فرطوا طحين ساوي لي فنجان قهوة قوام لصحي راسي. لك ابو كيروس خرطوش فردي. هذا هو جارنا حبيبي. جاي يا جار جار جاي ابو شكيم. جيبوه لي ابو شكيم. جيب الشرطة. لمين بدي اجيب الشرطة؟ لأمي. لا ما بدي اجيب الشرطة، هي انا بالشرطة شرط. لك هلا تشرط ولا هذه شرطك؟ ما تكون انت محله، كنت جبت الانتربول. اوف اوف اوف، ليش شو صار؟ المسكين قاعد عم يدرس بامان الله لا يلوم عليه، فجأة ما لقى غير دواليب سيارة قدامها، نيات فوراته عم يفتلوا. وشو دخل الدواليب بأمك؟ لك انا كم مرة فهمتك ما بتتدخل بهيك مواضيع؟ انت اللي بتستاهل خرطوش فردة. يوم على مكتبي. حروس الله يرضى عليك، بتروح بتجيب لي معمرجي خليه يعمر له الحيط وبتعزمه على شي مطعم خليه ينبسط وبوسة شوارب. خلاص خلاص مثل ما بدك بصير استاذ. يلا خف روح. ولا يهمك. شو دخل امي بدواليب السيارة ما؟ وليا! يا لو كنت رجعت ترجع ابوك يا كراتي. انا ما بتفهم انا وياك غير تحت. اهلا وسهلا حبيبي. تفضل. تفضل انت. يا اهلا وسهلا. لك يا خي تفضل انت، لا تعلل لي راسي. تعال هون. إيه؟ علي راسي معصب. من الاول هيك. اهلا وسهلا. تفضل حبيبي. تفضل انت. تفضل انت ما بصير. طيب تفضل. اهلا وسهلا. ايوه حبيبي تفضل احكي لي همك لشوف. خي انت اللي بدك اياه نحكي. لا ما بصير انت الاول. لا انت احكي. يا حبيبي تفضل احكي انت الاول. لك يا خي احكي لا تعلل لي راسي. ها طيب حبيبي اسمع اسمع خي، انا ما بيضحك علي المسألة، بدها تعويض. أنا يمكن معشي بولاد جاي تقول لي استأجر ما استأجر. ليك أنا أبديش أبديش. طيب بس لبين ما صلح لك البيت. لك يا خي إسا وقت امتحانات والحالة ضيقة، أنا وين بدي روح؟ هيك بضيع وتتشتت أفكاري. قلت لك أبديش أبديش. طيب عمي لا تأخذ معك شي، خذ كتبك بس، أنا رح استأجر لك شقة مفروشة. يا حبيبي وبلكي انسرقت. بديش بديش بديش. نين الله بلانا بهالكليش؟ على كل لا تخاف، أنا بخلي أبو كيروز يروح معك وينطر لك البيت. أبو عنطوز، أبو كندوز، أنا أبتفرقش معي. قر، أبو كندوز، ولك يخي عن أبو كيروز. إيه، وحلت علينا البركة. عندك عنده شيء؟ لك يا جماعة، أنا حمام ما عندي، ليكون عندي بيت مكنداش. ما بقى عنده. أبو كيروز. ما بقى. ابو كيروز قلت لك ما بقعد، يعني ما بقعد، يعني ما بقعد. طلع فيني هون ابو كيروز. خطوش بدك انا اللي بقعد. يقوم لك ها لبينما روح دبر له شقه بتاخذ الاخ بتخليه ينتع بطن فول وبترجعوا لهون. شرحات بطنين. خلاص بطنين اصلا ما في داعي للشكليات. شو نخسر بعضنا مشان شويه اكل؟ يلا فول فول. ابوك يا الغشيم عامل لك شرحات. امشي قدامي. عفوا مره ثانيه بتقولي تفضل. تفضل تفضل انت استاذ. استاذ يروحني يستمر اللي بفهمه. سمعت؟ قال لي استاذ انا استاذ، ناولنا مصاري لناكل شرحات. سيك هاي 200. في شرحات ب 200، هات 500. ان شاء الله يا فردوس كل يوم بتفوتي بحيط مشان ناكل شرحات. قوم استاذ. الو يا ابو كيروز. دوري يا واحد واحد. شرف. هاي ابو كيروز شلشني. عم تضحك علي، عم تنقر نقر. لك شو عم بنقر انا؟ لك عم تمدح ايدك لقدام مدحي؟ هلا
عم بمدح ايدي عم صيبه ولا ما عم صيبه؟ اخي عم صيبه ودوري حط دورك. بدي شبر. شبر اللي بدك يا عمدو. وهي ما صبتها شو عمل لك؟ انت عم تخسر. طيب شرف هلا دوري. ها انت تعرف انه انا صيب؟ شلون عم تضبط معك؟ ولا ضربي عم بتقلي؟ بالعلم قلت معنا وبالمصحة قلت معنا وبالجواز قلت معنا. بدك اياها تقلي معي بالدحك كمان؟ لك بتعرف اني قلت معي بالثنتين. شو بعمل لك؟ انت مالك زكي مثلي دورة. معش معي مزات. ايه بيعك عشرة. بديش قصدتني كل شيء معي. هلا انا قصدتك كل شيء ولا انت قصدت حالك؟ ما بتعرف تلعب. صرت ساحب من جيبتي اكثر من 100 ليرة وما عم بربح. 100 ليرة؟ طيب بدينك عشرة. معش بدي لها. لك اسمع مني يا بدك تربح. بديش بديش يا ابوك يا بديش. بتعرف ما بتاخذ اللقطة الماكنة غير من الحمار الضعيف. مين ضعيف ولا؟ يا اخي المسألة ما انا معلق. ولا عناته ولا انت وياه. الواحد ما بيعرف يرتاح ببيته. انا ما صدق انت راحت امي وارتحت بنا مرتي. الاخ هون قصدتني المزات. عم تقصد مزات؟ انا ما قصدت شيء، هو اللي قصد حاله بحاله، هو ما بيعرف يلعب. ما قصدتها؟ بلا، وقصدتني مصرياتي كمان. قصدته شو يعني قصدته ولا؟ يعني شلحته. شلحها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وين السيارة الثانية؟ أي سيارة؟ الثانية اللانسر اللي تحت. الزرقاء؟ إيه؟ أخي أنا لا قربت عليها ولا دقتها ولا بعرف عنها شيء. وليه ما أنت أخذتها أمي؟ أستاذ، نحن شو صار معنا؟ مشان إيش؟ مشان واجبك، مشان البيت بدك تاخذ لي إياه. إيه 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 صحيح. لقيت لك أبو بالبناية اللي قبالنا، شغلة تقطيع شارع بس. منيح. هيك باخذ اغراضي من هون لهون وبدرس وبستقر. تستقر؟ منين بدك تستقر اذا كل وقتك مقضيه بالمزار؟ مشي مشي. حدا معه شيء 200 ليره دينا اياهم؟ شو ابو الشباب؟ شايفك رح تقطع فينا. شو؟ عم نشهد؟ مثل شو فكر حالك عم تصرف علينا؟ لا لا، ما الاخ هون قصدتني مصرياتي ما بطلب منكم. قصدتها؟ شو قصدتك؟ رجع لي انا ما قصدت شيء ولا انا عنده انا. رجع لي اياهم الله يرضى عليك يا اخي. انا ما برجع له شيء، انا جبتهم بعجلات عرق جبيني. ماشي حسابك بعدين، قديش هن؟ 200 ليرة. هيك هي 200. تفضل خلصوني بقى. ولا يهمك، بكره بعبد احد بشلحه يا هون انا. ابوك يا التجارة. والله لشلح الرقبة تبعك. اجيت والله جابك، لقيت لك طريقة للطلاق ما في منها. هي مجميل بتتزاول إذا حدا نفخنا بيتنا. لما بتنفخنا بيتنا بتنقرف وما بتعود تشوف بعيونها. بجوز من شان هيك بتكرهني. هي لما كنا صغار كنت كل ما تشوفها إلا تعالى وشوشك. تجي تقرب لي إدنا قوم تنفخنا فيها. اضطر شهر مصرصع. انت بنوبها تاريخ بنوب. تعرف اللي عم تحكي عليها هي انه مرتي ولا لا؟ بس يا ابو كيروز نحن كنا عم نتفق. فردوس عرضي نقلع من وشي. بعدين وينها؟ اذا بسمعك عم تجيب سيرتها بالعاطل ولا منيح يا ويلك منيها. معناتها ربحتوا القضيه بالمحكمه. مو شغله. نسيتني ليش كنت جاي لهون انا؟ ليش كنت جاي لهون انا؟ شو بيعرفني؟ انت اساسا ما بتعرف شيء، انت وجودك وعدم وجودك بالشركه مثل بعض. ايوه جاي بدي اخذ دبوس. ابوك يا الشوكه. ليش هي الساعة واقفة؟ فرق؟ عشا طيب كتير 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 أربع أحرف. أفقي؟ سم الكراتي. عمودي. مطرح ما يسري. صحيح أبو كيروز ليش ما تعشيت معنا؟ أنا ما بحب أتعشى، أنا بحب نام خفيف. إيه عشر رجال على قد فعالة، خلينا نام خفيف أحسن له. كان بيلبق لك النوم الخفيف. اخي جميل عم يصير معي شغله كثير غريبه بدي اسالك عنها. اسالني نشوي. دائما بقول لحالي ما بدي اتعشى بس ما بفطن الا بعد ما اتعشى. بتروحوا من اول ابو تفيقون؟ لا لا تطفينا. ما بلش المسلسل؟ ان شاء الله بدكم تتفرجوا على المسلسل اليوم. لك صار لي 10 ايام انا متابعته هاك من ايدك. تفرجوا على المسلسل لحالكم، انا فايت نام. وانا كمان، صحيح المثل بيقول تعشى وتمشى بس انا ما بدي اتمشى، طار العشاء.
وانا فايت ناب كمان. مين قافل الباب؟ انا. ليش بدي فوتنا الليله؟ مالك نومي بهالاوضه؟ ليش ابو كيروز من بكره ايدي وايدك على المحكمه. معلوم معلوم لكان لازم انزل معك على المحكمه واحضر كل الجلسات. المره ما بيصير تنزل لحالها. ايه لا ما حزرت، بدك تنزل معي وتوقع لي ورقه الطلاق. شو ليش يا حبيبتي يا فردوس ما اتفقنا على كل شيء؟ حاجه بقى ابو كيروز، غيرك رح اطق مرارته على الشيء اللي صح لك، على نصه على ربعه وما صح لهم. حاجه بكفيك روح. انا ما اطلق ما اطلق ما اطلق. شو غيرت رايك؟ مو كنت مصر على الطلاق وبدك تدور بس على حجه هالقد؟ كم مره قلت لك ما بشرب القهوه الا فنجان قده مكسوره؟ يعدمني اياك بدك تطلق. انا ما بطلق وبطل طلق، انا هيك عالي جسد بخرج بياخذ وبيعطي. ابو كيروز انت مو تجوزني مشان مصرياتي؟ خذ مصاري بس اعتقني. ما بدي مصاري، ابوك يا المصاري. مصاري ما بدك، لكن شو بدك؟ بدي صير مدير الشركه، واقف على باب الشركه، الفايت عنده طياره والطالع عنده طياره، اولا ابو فايز واخرا ابو ياسر. تكرم عينك ابو كيروز، بكره انا بجيب لك ابو ياسر، ضل رقعوا طيارات لحتى تنفلي. لا على باب الشركه وانا مدير غير طعمه. يا بنات ما بدكم تشوفون المسلسل؟ لا ما بدنا، بس اذا بدك انا بقعد معك. انا رايحه نام. تصبحوا على خير. تلاقي الخير بوسينا وانتي روحي نامي. تصبحوا على خير. نحن ما بدنا ننام. بلا ليش لحتى ما ننام؟ عمري ان شاء الله ما اسهر. ها بدي نام لكن ما بدي نام، طول نهاري قاعده وشقيانه انا. الله يعطيكي العافيه. وين بدي نام؟ روح نام برا. اعطيني بطانيه. ما في برد، انا طافيته للكونديشن. ولا انت مو رجال؟ انا رضينا من الكونديشن والكونديشن ما رضي فينا.